بسم الله الرحمن الرحيم. برحب مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. النهاردة حلقة مهمة جدا، عندنا ضيف محترم جدا بنشكره اللي هو خصنا في البرنامج اللي يظهر معانا، المستشار خالد زين رئيس اللجنة الأولمبية السابق. هيبقى في كلام مهم جدا ونشرح لحضراتكم أمور كتير جدا الجماهير عاوزة تعرفها واللغط اللي موجود خصوصا في الفوضى اللي بتعيشها الرياضة. لكن الأهم عندنا كمان في البداية إن فريق كرة القدم هنوجه له رسائل النهاردة، لأن مهم جدا طول ما أنت بتشتغل ووراك جماهير محترمة بتساند، عايزين نقفل وده الأهم صفحة مباراة الترجي. عملنا إنجاز وإعجاز في كرة القدم وده الطبيعي بتاع النادي الأهلي وده اللي الجميع بينتظره. اتكلمنا في الحلقة السابقة عن فكرة الجماهير اللي سافرت وفكرة الجماهير اللي ساندت وفكرة الجماهير اللي كانت بتنزل على قهاوي مصر في الحتت الشعبية والكافيهات اللي موجودة. اتكلمنا عن كل الجماهير النادي الأهلي وحالة الثقة واليقين اللي النادي الأهلي هيكسب. فمن هنا كان عندنا ثقة في الجهاز الفني واللاعبين، والحمد لله المعجزة اتحققت أو مش معجزة، خليني اقول الصعوبة المباراة خارج الارض اللي انت كان لازم تكسب، وقدر النادي الاهلي يكسب خارج الارض. وبقى في مشاكل حتى على مستوى الاخبار اللي بتظهر اليومين دول من رئيس الترجي للكابتن فوزي البنزرتي، اللي استقال واللي مشي بالطردية، الكلام ده كله موجود ومالناش دعوة بالكلام ده، ولكن خلينا نتعامل كبرنامج باحترافية. الاحترافية بتقول صفحة واتقفلت، النادي الاهلي ما كسبش البطولة، النادي الاهلي كسب مباراه مهمه في مشوار البطوله، كانت نهائي مبكر مع فريق محترم. ودايما الاهلي لما بنتكلم بلغه الارقام بيعمل الجديد. اتذكر في سنه من السنين كان فريق انيمبا، وكانت سفريه صعبه جدا 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 في بلد اسمها ابا في نيجيريا. البلد دي فيها صعوبه وفيها امور كتير جدا، والفريق كان بقاله سنين طويله ما بيخسرش على ملعبه. اتذكر كان هدف لعماد متعب، وكان الكل عمال بيحكي لنا الفريق صعب وما بيخسرش على ملعبه وبيكسب كل الفرق وفريق قوي على ملعبه، لكن دايما لما بتراهن على الجهاز الفني واللاعبين في الوقت الصعب بيبقوا رجاله بمعنى الكلمه. ده حصل، بتكلم على تاريخ عشناه فبحكي لحضراتكم مواقف معينه. فرقه الترجي نفس الحكايه، لما نتكلم على مشوارهم في المشوار الافريقي فريق قوي، فريق ما خسرش، لكن النادي الاهلي كالعاده بمنتهى القوه تعامل مع المباراه بمنتهى التركيز كجهاز فني ولاعبين وكمان جماهير اللي هفضل اتكلم عليهم طول الوقت، لان جماهير النادي الاهلي واللي عملته قبل واثناء المباراه واللي كانوا وبعد المباراه حاجه مشرفه، حاجه محترمه جدا جدا من جماهير النادي الاهلي. فمن هنا فرقه الترجي اللي ما خسرتش خالص قدر النادي الاهلي اللي هو يفوز. فبالتالي انذار للاعبي النادي الاهلي وكمان الكابتن حسام البدري ان فرقه النجم مش بالفريق السهل. فريق صعب جدا وما خسرش كمان في البطوله. فعلينا اللي احنا نقفل قصص السوشيال ميديا، نقفل قصص الصور، نقفل قصص التركيز، وده للامانه ده اللي موجود، والرسائل اللي بتجيلنا من تونس اللي فيه حاله من التركيز، صفحه واتقفلت، وكابتن حسام عمل حاجه محترمه جدا كمان عجبتني، اللي انت لو رجعت كان هيبقى فيها اجهاد، بتاخد لك يوم او يومين وريكفري وتقعد هتلاعب بقى اللعيبه، ممكن يتعمل ماتش ودي، او لو انت رجعت انا بحكي لحضراتكم السيناريو لو كان الفريق رجع، فكان تقعد يومين وترجع تسافر تاني عشان تشيل الضغوط مع اللعيبه. لا، لعيبه النادي الاهلي لعيبه كبيره المفروض. فاللي انا عايز اقوله والاهم بالنسبه لي ان اللي عملوا الاتفاق مع مجلس اداره النادي الاهلي والكابتن حسام البدري ده كلام محترم، اللي انت تقعد، واللي عمله الكابتن حسام واللي عجبني اللي انت تمرينه صباحيه، اللعيبه تخرج يوم فري، اللي عايز يعمل شوبينج، اللي عايز يعمل حاجه وتنسى الكوره اليوم ده على الاقل عشان تخلق دوافع جديده بسرعه وتخرج من حاله الاجهاد. ده كلام مهم جدا وكلام محترم. مباراة النجم الساحلي مباراة صعبة جدا جدا جدا، والملعب أضيق مش زي ملعب رادس. كابتن حسام ربنا يوفقه ويحط التشكيلة المناسبة،
يقرا نقاط القوه والضعف ولاعبته تبقى عارفه، وزي ما اتكلمنا على سيناريوهات محترمه مع فرقتك برضو ده كمان مباراه مهمه. والاهلي قادر ان شاء الله بنتيجه طيبه ويقدر يجيب هدف واثنين، وانا اثق طول الوقت في اللعيبه الرجاله اللي وقت الصعب بيبان معدنها، وهي دي عبقريه النادي الاهلي مع كل الاجيال. وقت الصعب تلاقي رجاله حتى لو انت امكانياتك الفنيه اقل، لكن بنراهن على روح فانيله النادي الاهلي والاخلاص اللي عند اللعيبه وحاله التركيز الشديد ده مهم جدا مع النظام اللي بيبقى موجود داخل وخارج الملعب. اعتقد كلام كتير قال هيسافر الاربعاء الخميس لسوسه والكلام ده، اوكي في نظام، وكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره المحترم هو دايما بينظم للدنيا الدنيا كلها للفريق عشان الكابتن حسام يبقى بيفكر بس في الامور الفنيه. كمان قلنا امبارح او في حلقه سابقه وقلنا كتير مهم جدا ان احنا ندي الجهاز الخاص باللياقه البدنيه في النادي الاهلي انيس الشعلان وكمان الكابتن محمد ابو العلا والكابتن طارق عبد العزيز، مش عايز انسى حد، ان حاله الفريق لما بنبص الشوط الثاني ما بيقعش. فكمان خلوني اطمن على فريق النادي الاهلي، وكمان اشكر سياده السفير سفير مصر في تونس سياده السفير نبيل الحبشي، وبشكره على المجهود اللي بذله مع الفريق بيوفر كل حاجه من المعلومات اللي بتجينا. سياده السفير برحب بحضرتك. بالخير يا كابتن شادي، والف مبروك لينا، وان شاء الله مبروك برضه يوم الاحد بالليل ان شاء الله. ان شاء الله. سياده السفير قبل ما اسال حضرتك في اي حاجه، خليني باسم كل الاهلاويه ومجلس اداره النادي الاهلي بشكر حضرتك على المجهود المبذول. انا عارف حضرتك بتبذل مجهود كبير مع الفريق بتوفر كل حاجه، فقبل ما اسال اي حاجه تحياتي لحضرتك وبشكر حضرتك مره ثانيه على مجهود حضرتك مع فريق النادي الاهلي. الله يخليك يا كابتن شادي، ده شكر على واجب، وده اقل ما يمكن تقدمه في طريق عريق للنادي الاهلي اللي انا بعتبره سفير الكره المصريه في الخارج. سيادة السفير كلام كتير عن النادي الاهلي هيسافر الاربعاء لا تأجلت الخميس، عايزين نعرف من حضرتك النادي الاهلي هيسافر امتى ان شاء الله على سوسه؟ هو كابتن شادي التوجه هو السفر بعد ظهر يوم الخميس ان شاء الله، يعني المبيت هيبقى في سوسه يوم الخميس على خير ان شاء الله، وزي ما حضرتك عارف طبعا المباراه يوم الاحد الساعه 6:30 بتوقيت تونس، يعني 7:30 بتوقيت القاهره. تمام. انا على تواصل مباشر مع نائب رئيس نادي النجم الساحلي الاستاذ حسين جناح، والحقيقه مقدم كل التسهيلات، ولسه انا حتى يعني ده تواصل يعني ساعه ساعه يعني اخر معاه من شويه، وكنا بنتكلم على يعني اماكن الجمهور المصري والمؤخرين بجزء كبير من الاستاد للجمهور المصري. الامور ماشيه الحمد لله على ما يرام، وبرضه بكره او النهارده جاهز حتى في التواصل مع وادي سوسه اللي هو يعني محافظ سوسه برضه للوضع التسهيلات النهائيه، فالامور الحمد لله ماشيه على ما يرام. سياده السفير اكيد حضرتك متابع كل حاجه، مباراة النجم الساحلي لا تقل أهمية عن مباراة الترجي. الأجواء مختلفة، يعني أنا عايز أقول لحضرتك إنها ممكن تبقى أهم كمان، لأنه ده مش فريق سهل خالص، دول كسبونا قبل كده على فكرة لو حضرتك تتذكر، وفي نفس الوقت كمان في بقى يعني هيبقى في يعني مش عايز أقول طار، إنما يعني لازم تاخد يعني واخد بال حضرتك إزاي، فطبعا ده يجب التركيز، واعتقد الولاد مركزين جدا، والكابتن حسام البدري يعني فكره عدم مغادره عدم الذهاب والعوده مره ثانيه من القاهره كانت فكره يعني جيده وتؤدي في النهايه الى تركيز تام من قبل اللاعبين، وده المطلوب، لان احنا لو ركزنا هنكسب الماتش ان شاء الله، انما طبعا اي حاجه فيها يعني ديستورشن و او عوده او الكلام ده وتعب كل الكلام ده ما كانش له لازمه في المرحله دي. انا اعتقد ان الكابتن حسام الحقيقه كان القرار اللي اخذه كان قرار حكيم جدا. سياده السفير بالنسبه للامور الامنيه برضو عشان نطمن على فرقتنا، بتختلف ما بين سوسه و و و و و و وفرقه وفي تونس العاصمه؟ لا الامن مستفيد جدا في مستفيد جدا في سوسه، ما فيش اي مشكله خالص. انا بس برضه يعني بعاود بعد اذنك كابتن شادي ان انا يعني اعيد يعني دعوه لجماهير النادي الاهلي الوفيه، موضوع الشماليش
لا داعي اطلاقا ل يعني الذهاب، عشان ماليش في التكتات وبقولها بصراحه يعني على النبي ما اقفش سر، التفتيش شديد ودقيق جدا مع الجماهير، فبالتالي يرجى يعني التاكيد على موضوع الشماليش لانه كان حصل لنا مشاكل كثيره مع الجماهير قبل دخول المباراه، ولولا تدخل الاداره هي ما كانش هيحضروا حتى الماتش يعني. بترجع حضرتك بس توجه النداء الى الجماهير، موضوع الشماليش ده من هنا واخدينه بجديه شديده جدا. طيب ما دام جبت كلام على الجماهير مهم جدا، نسال حضرتك تقول لنا كل حاجه عشان نبقى عارفين الامور رايحه فين وجايه منين. بالنسبه ما يخص الشماريخ هنتكلم فيه بعد ما نقفل مع حضرتك. النقطه الاهم، الجماهير في التزام، في انضباط ولا في مشاكل؟ لا لا، في انضباط تام على فكره، انضباط تام، ما فيش اي مشكله خالص خالص خالص، حيث يعني كان جماهير النجم الساحلي ما فيش اي مشكله. وعلى فكره زي ما بقول لحضرتك انا كنت لسه قافل مع استاذ حسين الجنيح الكلام، ومعروفين الجماهير على فكره بتاعت الجماهير التونسيه بصفه عامه، ما فيش اي تشفي اي شغب ولا حاجه زي كده، ويعني التزام تام بما تغطي الروح الرياضيه بين الفريقين ان شاء الله. سياده السفير، انا عارف قلت من شويه قبل ما حضرتك تدخل معايا مش عايز ارجع لورا، لان دايما النادي الاهلي حتى كثقافته في التفكير، لعبته، ادارته، مجالس ادارته على مدار التاريخ بتقفل الصفحه وبتشوف بكره في ايه، لكن عايز ارجع بالصفحه لحضرتك لورا لمباراه الترجي والنادي الاهلي بيدخل الشوط الاولاني وفي هدف دخل مرماه، بيخرج اكيد بيبقى في احباط اكيد، لان انت كنت محتاج ان انت تفوز، ولكن ان انت تجيب هدفين كمصري موجود في الاستاد واكيد النادي الاهلي بيلعب باسم مصر، مشاعر حضرتك مع هدف اجاي ولحظه الانتصار بعد ما الحكم صفر، عايزين نعرف مشاعر حضرتك، ده مهم جدا بالنسبه لنا. يعني زي ما قلت لحضرتك يعني طبعا يعني اصبحت روح فانيله النادي الاهلي دي يعني شعار يطلق لفرق اخرى، يعني زي ما بقول مثلا خلي عندكم روح فانيله النادي الاهلي يعني تقولوها لفرق اخرى. فطبعا ده انعكس في الملعب بالفعل، مأخذين 1-0 وحاله سيئه جدا وشبه مستحيل انك تعوض بجونين في وكان هيجي الثالث على فكره، يعني كان ممكن يبقى 3-1 كل سكور زي ما حضرتك عارف. طبعا. فطبعا ده ما فيش غير الاهلي هو اللي بيعرف يعمل الحكايه دي. احنا فانا طبعا يعني زي ما قلتها قبل كده انا بكيت في الدور الثاني من كتر يعني المشاعر وال الاحساس بال، كان عندي احساس بشويه ظلم كده، لان انا كنت شايف ولقيت ما فيش انا اعلق على يعني قرارات الحكم، انما انا كنت شايف انه الحكم ما كانش واقف في كل قراراته تجاه النادي الاهلي بصراحه. ربنا اكرمنا الحمد لله في ذات الوقت وفي ذات المباراه وعوضنا، الحاجات دي يعني بتخلي المشاعر فياضه، وفجاه تلاقي طلعت مره واحده، طلعت بالفعل مع هدف بتاع جونيور، وكان جنبي كابتن محمود طاهر وقطع معانا في الحكايه. تمام. سياده السفير، الاقامه في سوسه كله تمام، والتنسيق مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مفيش اي مشاكل في الكلام ده كله؟ مفيش اي مشكله خالص، وتصادف انه نائب رئيس النادي انا بتحدث معاه استاذ حكيم، هو صاحب الفندق اللي قاعد فيه الفريق، يعني مجهز وعامل كل التسهيلات للفريق، والحقيقه يعني يعني شوف الروح الرياضيه بتاعتهم برضو انه ايه، يعني ده انت جاي تلعب مع الفريق اللي هو نائب رئيس بتاع الفندق ومسهل لك الدنيا كلها وعامل حقيقه يعني كل الترتيبات اللي احنا طلبناها اتعملت. بسياده السفير مره ثانيه بشكر حضرتك جدا جدا على المجهود المبذول، بتوفر كل حاجه مع كابتن سيد عبد الحفيظ للنادي الاهلي، وبنقل تحياتي وتحيات كل الاهلاويه لحضرتك يا فندم، انا بشكرك شكرا جزيلا. كان معانا على الهاتف سياده السفير نبيل الحبشي سفير مصر بتونس، بدور محترم لكل المعلومات اللي عندنا، السفاره بصراحه مش مقصره خالص مع الفريق، ان الناس بتبذل مجهود، اي طلبات للنادي الاهلي والكابتن سيد عبد الحفيظ لما بيطلب اي حاجه سياده السفير بصراحه حاجه مشرفه حاجه محترمه، عشان كده مره ثانيه بنشكر حضرتك. كنت بتكلم على المباراه، صفحه واتقفلت مباراه الترجي، علينا ان احنا نركز لان فريق النجم الساحلي فريق ما خسرش في البطوله ايضا، شاف النادي الاهلي كويس، متابع كل صغيره وكبيره، واكيد الكابتن حسام كمان متابع فريق النجم الساحلي كويس. الاصل ليه انا قلت كده؟
ما تيجي في الكواليس لا النادي الاهلي المباراه الثانيه يحسم لا المباراه الاولى وتلاقي نفس الثقافه اللي ما تديش اهتمام للفريق بتاعك ده غلط. ودايما بقول التصريحات اللي انت تحترم الخصم والخصم لما تلاقيه تصريحاته بيحترمك لا تخاف وتعمل مليون حساب على عكس ما يتقال لك ابو تريكه مش موجود لا مش عارف الجيل دوت اضعف فنيا من اجيال سابقه فمعناها ان الخصم اللي قدامك خايف هو ده اللي احنا بنقوله لحضراتكم بخبره سنين طويله. تصريحات النجم الساحلي حتى الان والصحف التونسيه الناس كلها بتتكلم ده الطبيعي بتاع النادي الاهلي عليا اللي انا اهتم انسى اللي فات لان ده ما خدناش البطوله لما كسبنا الترجي ده احنا عدينا خطوه وفاضل على كاس افريقيا زقه. الزقه دي بتيجي بالالتزام بالانضباط بالاخلاص والاهلي مر في البطوله دي بمواقف صعبه جدا لما نروح سواء في مشواره في المجموعه او بيت فيست الجنوب افريقي في البدايه بتقابلك محنه وبتثبت اللي انت راجل وقدها وقدود وبعد كده بتروح المجموعه بيواجهك صعوبه وبتثبت اللي انت قدها وقدود. ف في فرصه من اول وجديد في ايدينا نعمل نتيجه طيبه بره عشان نيجي نحسم وهو شوطين شوط اول لازم يبقى فيه انضباط والتزام زي ما اتعلمنا عشان مش عايزين ندخل بقى النتيجه دي طب ايه اللي يريحنا طب ايه النتيجه اللي في صالحنا تساعدنا هي شوط اول ان شاء الله الكابتن حسام واللاعبين قادرين اللي يرجعوا لنا بنتيجه طيبه لان امكانيات الفريق النادي الاهلي ومجموعه اللاعبين واللي فيه وفره عدديه في كل مكان من اكتر من لاعب دي حاجه في مصلحه الفريق وبتدي اوبشن للمدير الفني اللي هو يختار ويعمل منافسه واللي بيستفيد في الاول وفي الاخر الفريق. عشان كده رسالتنا للعيبه مره ثانيه مره ثانيه ورسالتنا للكابتن حسام رسالتنا للعيبه اوعى تنسى روح الفانيلا الحمراء طول ما الروح موجوده والقتال داخل الملعب اللي شفناه من اللعيبه الرجاله وعلى راسهم محمد نجيب اللي انا هديله حقه مظلوم اعلاميا مظلوم اعلاميا اللي انت تبقى بعيد ويتقال سعد سمير هيلعب ويجي من الدار للنار في مباراه مهمه فيها جماهير واللي انت اللياقه البدنيه بتيجي بلعب المباريات ف ويلعب دي رجوله جدعنه اخلاص وفاء واحترام اللي انت كمان ما بتعملش مشكله ولا بتتكلم والاهلي الاهم ده بيطبقه محمد نجيب وكل اللعيبه اكيد لكن روح الفانيلا بتبقى موجوده القتال داخل الملعب واللي احنا شفناه خصوصا في الربع ساعه الاخيره والاخلاص والكل بيدافع والكل حتى ضيعت اهداف وانت بتدافع المساحات اتفتحت فهي دي الروح اللي لازم تبقى موجوده تاني وطول الوقت وكمان القتال داخل الملعب بيدي الافضليه للنادي الاهلي لان عندنا الامكانيات الفنيه لما انت بتبقى فايق وزميلك اللي جنبك بيكلمك وهرجع اذكركم باللي احنا قلناه قبل كرة القدم مهم جدا فيها الكلام داخل الملعب حسام اللي بيحط على ايده الشارة جوه الملعب لازم يتكلم مع لعيبته لازم يروح للحكم وخلي بالكوا الحكم اللي جاي حكم مش بالسهل وحكم كويس وسمعته طيبة وعنده خبرات متميزة فمن هنا لازم الكابتن الفرقة يروح يتكلم مرة واتنين وايديه ورا ظهره لازم يتكلم مع زمايله ما يلاقي فيه هبوط في المستوى قلنا الكلام ده وهنقوله تاني لان ان شاء الله زي ما قلت اللعيبه قادره اللي حققونا مع الجهاز الفني رسالتنا للكابتن حسام اللي قلناها له في اخر حلقه وهنقولها له النهارده كابتن حسام ما تنساش اسلام الاهلاوي الجدع ذو الاحتياجات الخاصه اللي بيروح لك التدريبات وبيقول لك افريقيا يا كابتن حسام ده صوره معبره من اهلاوي جدع زي اهلاويه بالملايين في كل مكان مستنيين حضرتك انت واللعيبه تفرحون وبعيد ده اللي احنا كده كلامنا ده مش بنحط ضغط اعمل اللي عليك قاتل جوه الملعب بكل لعيب يبذل مجهود وفي الاول وفي الاخر هتلاقي جماهير النادي الاهلي بتروح لك التتش تاني وبتسقف لك وبتقول لك انتوا عملتوا اللي عليكم ده الكلام الاهم من النهارده فنقفل صفحه الترجي ونبتدي بقى حاله التركيز مع اللعيبه للمباراه لان كلنا طماعين عايزين كاس العالم وعايزين بطوله افريقيا لانها وحشتنا بالفعل. امير هشام جاهز يا جماعه؟ امير هشام جاهز؟ طيب خليني المباراه اتحددت خلاص يوم
الاحد القادم الساعه 7:30 ان شاء الله. وخلينا نتعرف على حكم المباراه. في تقرير كده نشوف السي في بتاعه، نشوف الحكم ايه اللي بيمتاز بيه. وخلي بالكم حكم مش بالسهوله اللي بيحسب ضربات جزاء، حكم اللي بيعترض عليه بشكل قوي جدا انذارات على طول، واحنا عندنا مجموعه باللعيبه عندها انذارات. نخلي بالنا ده مهم جدا جدا. فنروح مع حضراتكم تقرير الحكم جاهز ولا مش جاهز؟ طيب عايز اتكلم كمان في البدايه، عندي موضوعين. فريق العمل بيبلغوني اللي عملوا اتصال لغايه لما امير هشام يجهز معانا لفريق النادي الاهلي. كان في حاله لسه التمرين منتهي حالا، وفي حاله من التركيز والاصرار، وكان في اجتماع مع كابتن حسام البدري اتكلم مع لعيبته هو وكابتن سيد عبد الحفيظ، وخلاص خلق دوافع جديده وكمان الحافز ان شاء الله للبطوله والاستراتيجيه اللي هيلعب بيها الكابتن حسام. اكيد بيتكلم كل ده مع الكابتن حسام البدري، وكمان اطمنا على بعض اللعيبه كان في ازار وعنده شد خفيف، وكمان سعد سمير بيقولوا شارك في التدريبات. ربنا يوفق كابتن حسام، اللي يلعب يلعب لكن المهم الاهلي يكسب. الحاجتين اللي انا عايز اقولهم سريعا جدا جدا، دايما بهتم بموضوع الاخلاقيات. فوجئنا بخبر انا كل قلت قبل كده كتير جدا جدا، اللي عندنا صحفيين كتير زمايلي النهارده كبروا في الاعلام، وخليني اقول الحقيقه، وبقوا في اماكن محترمه، عشرت اللي بينه عشرته وهو صغير واللي عشرته وهو كبير. فنخلي بالنا كلام كان لا يليق بمدير امن داخل النادي الاهلي اللي هو سيد عبد الرؤوف، وكلام صعب جدا يمس السمعه. ولما حد يتكلم على السمعه لو سمحت معاك مستند طلعه، لان مره المليون في حاجه اسمها اسره، وفي حاجه اسمها اولاد، وفي تواجد. انت النهارده في العمل العام، فكان لازم كل واحد يخلي باله من كل حاجه. بيتعرض للنقد من حق الناس اللي بيغلط. انت ما دام قبلت تشتغل في العمل العام فمن حق بقى الناس تعترض عليك تتفق معاك، الكلام ده كله موجود. لكن مفيش حد معاه مستند ويتكلم على سمعه حد. انا اسف، لان بتتكلموا على ناس محترمه، والاهلي لما بيشغل حد بيشغل المحترمين، ما بيشغلش اصحاب مصالح ومرتشين. فالكلام كان صعب جدا على الراجل. انا ما حصلش ما بيني ولا بينه اي اتصال، بس لما شفت الكلام فعلا صعب. ولازم نرجع لاخلاقياتنا من تاني، لازم، وهنرجع صدقوني، لان احنا شعب يمتاز بالاخلاقيات العاليه، بالجدعنه، بالرجوله. واللي طلع من اسر بسيطه وغير بسيطه يعلم الكلام اللي انا بقوله كويس جدا. فلازم نفهم اللي فيه اسر، والاسر دي بتتابع كل صغيره وكل صغيره وكبيره. فبالتالي لازم نخلي بالنا واحنا بنتكلم على سمعه الناس، نخلي بالنا واحنا بنتكلم ومعناش حاجه في ايدينا وعمالين نوزع التهم على بعض. بنتكلم كتير عن مبادئ ومفيش حد بيعمل بيها، بنتكلم كتير عن مسانده ودعم ومش عارف وا وا والكلام الفضفاض اللي زهقنا منه، ومفيش حد بيعمل غير لمصلحته. هي دي الحقيقه. فكان واجب عليا عشان انا اعلم قد ايه الراجل ده نظيف اليد، اعلم قد ايه محترم واهلاوي عاشق الاهلي وبيشتغل جوه النادي الاهلي. فخروج عن النص والكلام اللي احنا شفناه، انا عيب اللي انا اقوله، وانا كمان كاعلام اهلاوي بالنيابه اللي فيه لبعض زمايلي انا اعتذر لك على الهوى، وسامحنا اللي احنا جبنا سمعتك وروحنا لحاجه صعبه جدا في وقت بنمر بيه، لكن هتنتصر الاخلاقيات. فسياده اللواء احنا بنعتذر لك جدا جدا كاعلام اللي فيه البعض غير مسؤول وفي بعض محترم، فاحنا بنتحمل مسؤولياتنا وبحكم صداقتنا مع الناس كلها بنعتذر لك وبنعتذر لاسرتك على الكلام اللي اتقال. الموضوع الثاني عايز بخاطب فيه ايضا جماهير النادي الاهلي في كل مكان. اتكلمنا عن مباراه لكن الحياه بتستمر، عندنا مشاكل بنتكلم فيها، في صراعات كتير،
وفي ناس مش عايزه تقعد ساكته، وفي ناس مصممه تتكلم تخرجك في فرعيات، وفي ناس هدفها مع ابراهيم الدنيا هتبقى فل، ومع اسماعيل الدنيا هتبقى بايظه، والعكس اللي مع اسماعيل الدنيا هتبقى فل ومع ابراهيم الدنيا هتبقى ضلمه. طيب احنا نمشي ورا ده، اتكلمنا مفيش انتخابات، برنامج ده لغايه ما تتفتح الانتخابات هسال حضراتكم سؤال وخلونا ندردش مع بعض يا اهلاويه سواء اعضاء الجمعيه العموميه، وهسال الاهلاويه النهارده سؤال انتوا اللي تجاوبوا عليه مش انا. انا هسال حضراتكم سؤال انتوا اللي تجاوبوا عليه مش انا، لكن خلينا عشان كمان نطمن اكتر على فريق الكوره، ومش عايز حد يروح في اي مكان، عايزكم تتابعوا الكلام المهم اللي هتسمعوه بعد شويه عشان نقفل الموضوع ده تماما، وشوفوا وعودنا اللي احنا هنقولها وشوفوا السؤال اللي هيتسال لكل اهلاوي هو يجاوب عليه. خلينا كمان مره تانية نطير بسرعه لتونس وزميلي امير هشام مراسل قناه النادي الاهلي. امير برحب بيك. امير امير كابتن شادي، وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. طبعا اكيد النادي الاهلي بيواصل استعداداته من خلال التواجد هنا في تونس استعدادا للمباراه المقبله امام فريق النجم الساحلي في دور نصف النهائي من دوري ابطال افريقيا، وبتحديد مباراه الذهاب واللي هتقام اكيد في مدينه سوسه. اكيد هي هتكون مباراة هامة جدا بالنسبة للجهاز الفني وبالنسبة للاعبين، طبعا في روح معنوية مرتفعة بالتحديد بعد الفوز على فريق الترجي التونسي، يمكن فريق او ماتش او مباراة كانت غالية جدا، وفوز كان غالي جدا بالنسبة للاعبي النادي الاهلي اللي قدروا من خلاله ان هم يواصلوا هذا المشوار الافريقي الهام. لكن خليني يا كابتن شادي بالتحديد اقربك من الصورة اكتر. يمكن طبعا النهاردة كان في مران مهم جدا بالنسبة للنادي الاهلي، مران كان تكتيكي من الدرجة الاولى، يمكن كابتن حسام البدري ركز طبعا على بعض الجوانب التكتيكية بشكل كبير جدا خلال المران. طبعا كابتن حسام البدري ايضا كان في جوانب بدنيه وجوانب طبعا تكتيكيه جامده جدا، وايضا كان في بعض تدريبات الكره، لكن الشكل اللي كان غالب خلال المران النهارده كابتن شادي هو الناحيه التكتيكيه. كابتن حسام البدري واضح ان هو عنده فكر تكتيكي معين عايز يبتدي بيه مباراه ان شاء الله يوم الاحد القادم امام فريق النجم الساحلي بسوسه. لكن الخبر الجيد برضو اللي عايز اقوله لكل جمهور النادي الاهلي هو الحاله الطبيه بالنسبه لسعد سمير. سعد سمير خلاص شفي تماما من الاجهاد في العضله الضامه، النهارده شارك في التمرين بشكل جامد كامل طبعا خلال المران، ايضا مع نهايه المران شارك في التقسيمه بشكل قوي جدا واصبح جاهز بشكل كبير للمباراه المقبله. طبعا ده شيء يمكن ايجابي وشيء جيد بالنسبه لكابتن حسام البدري، هيفتح بالنسبه له الخيارات في المباراه المقبله امام فريق النجم الساحلي. بشكل عام كل لاعبي النادي الاهلي 25 لاعب المتواجدين جاهزين طبعا لهذه المباراه. لكن خليني اقول لك ان في هذه اللحظات عقب العوده طبعا بالنسبه للفريق من المران اللي كان النهارده على الملعب الفرعي لاستاد المنزا، عقب العوده مباشره بيتوجه اللاعبين في هذه اللحظات لتناول وجبه العشاء، بعديها ان شاء الله هيكون في اولى محاضرات كابتن حسام البدري للاعبين بخصوص مباراه النجم الساحلي. خلاص تم التحضيرات بشكل كامل لهذه المباراه من ناحيه اللقطات العديده بالنسبه لفريق النجم الساحلي، سواء في اخر مباراتين في بطوله دوري ابطال افريقيا امام فريق اهلي طرابلس، وايضا بعض المباريات في الدوري التونسي. بالتالي كابتن حسام النهارده بعد العشاء مباشره هيكون في لقطات هيعرضها على لاعبي النادي الاهلي للوقوف على السلبيات والايجابيات الخاصه بهذا الفريق، ومن ثم الاستعداد بمنتهى القوه طبعا بالنسبه للنادي الاهلي طبعا. وده يمكن شيء مهم، وكابتن حسام بدري دايما بيعتمد على المحاضرات النظريه كابتن شادي، لكن ايضا خلينا اقول لك ان الاجواء بشكل عام اجواء جيده. قرار ان النادي الاهلي يكمل هنا في تونس يمكن كان قرار صائب جدا من قبل كابتن حسام البدري واللاعبين. خليني اقول لك ان اللاعبين طبعا بالنسبه لهم المران بيبقى شيء مهم جدا طبعا، خصوصا ان هم بيطلعوا كل الطاقه بالنسبه لهم في هذا التدريب، هم طول اليوم بيبقوا متواجدين في مقر الاقامه، عكس طبعا لو كان عاد الفريق للقاهره كان هيبقى في معاناه سفر، ايضا كل لاعب ممكن يكون عنده شغله او ليه طبعا بعض الامور الخاصه بيه اللي ممكن يخلصها، فبالتالي التركيز تام هنا بالنسبه للمباراه المقبله امام فريق النجم الساحلي، وكل الاجواء ماشيه بشكل جيد. لكن خلينا نتكلم فيما بعد هو
هو ان شاء الله بكره، بكره هيكون في مران بالنسبه للنادي الاهلي، مران هيكون في تمام الساعه 6 مساء بتوقيت تونس، 7 مساء بتوقيت القاهره. المران ده هيكون على ملعب طبعا الجامعه الخاص بالاتحاد التونسي، وهو نفس الملعب اللي اتمرن عليه النادي الاهلي اول مران هنا ليه في تونس. ايضا بعد بكره هيكون في مران قبل السفر لمدينه سوسه، بالتحديد هيكون في تمام الساعه 4 عصرا، 5 عصرا بتوقيت القاهره، طبعا 4 عصر بتوقيت تونس، 5 عصر بتوقيت القاهره. بعد المران مباشره هيرجع اللاعبين على فندق الاقامه، وبعدين مباشره هيتم التحرك لمدينه سوسه واللي هتقام عليها هذه المباراه، وهيتم الاستعداد ان شاء الله من خلال يوم الجمعه ويوم السبت ان شاء الله بمنتهى القوه ليكون النادي الاهلي ان شاء الله جاهز لهذه المباراه، ومن ثم يقدر انه يحقق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب تديله أريحية بشكل كبير جدا في مباراة العودة، عشان يقدر النادي الأهلي ياخد خطوة كبيرة إن شاء الله للتأهل للدور النهائي، وأيضا خطوة كبيرة لتحقيق هذه البطولة إن شاء الله الغائبة على دولاب بطولات النادي الأهلي، لكل جمهور النادي الأهلي مستنيها بشكل كبير. لو في أي استفسار كابتن شادي اتفضل. أمير، عايز أعرف منك الحكم المباراة، خلاص أعلن عن حكم المباراة، وكان في تخوف في المباراتين، سواء المباراه اللي كانت في القاهره امام الترجي وكان مباراه تانية بعض الامور، ولكن الحمد لله قدرنا، وده طول الوقت انا بقوله على فريق النادي الاهلي، مفيش اعذار ولا مبررات عليك اللي انت تلعب تخلص وتقبل بكل التحديات اللي موجود. الانطباع الجهاز الفني عن الحكم ايه؟ كابتن شادي انا مش سامع كويس، لكن خليني اقول لك بالنسبه لحكم المباراه، هو خلاص تم تحديد حكم المباراه، لكن الناحيه التحكيميه الجهاز الفني ما بيتطرقش ليها اطلاقا مع لاعبي النادي الاهلي، كل التركيز فقط في اداء النادي الاهلي والاسلوب اللي هيلعب بيه كابتن حسام البدري هذه المباراه. الناحيه التحكيميه اخر حاجه بيتكلم فيها لاعبي النادي الاهلي او الجهاز الفني بالتحديد مع اللاعبين، خصوصا ان احنا زي ما احنا متعودين النادي الاهلي دايما بيركز فقط في المباراه، لكن الجزء التحكيمي زي ما احنا عارفين يمكن اخر فتره في افريقيا او دايما التحكيم هو النقطه السوداء في القاره الافريقيه بشكل عام، وده اللي يمكن بيأثر بشكل او باخر على المباريات، لكن دي حاجه ما بيفكرش فيها لا الجهاز الفني ولا اللاعبين، هم كل تركيزهم ان شاء الله المباراه المقبله وكيفيه تحقيق نتيجه ايجابيه. خليني اقول لك ان النتيجه الايجابيه بالنسبه للكابتن حسام البدري وبالنسبه للاعبين هي الفوز في مباراه الذهاب النهارده، كان خلال التمرين واضح ان الكابتن حسام مركز على الناحيه الهجوميه بشكل كبير جدا، وده اللي وضح خلال المران النهارده، فبالتالي واضح جدا كابتن حسام البدري عايز يفوز في هذه المباراه، وده اللي متعود عليه اكيد لاعبي النادي الاهلي بشكل عام، عشان ان شاء الله تكون نتيجه تساعد الفريق في مباراه العوده تجنبا لبعض او بعض التخوف من الاداء التحكيمي سواء في مباراه الذهاب او مباراه العوده، فبالتالي كل الاعتماد طبعا على اداء النادي الاهلي والشكل التكتيكي والشكل اللي هيلعب بيه كابتن حسام البدري هذه المباراه، واللي اكيد نتمنى كل التوفيق بالنسبه للاعبي النادي الاهلي يكونوا موفقين في هذا اليوم ان شاء الله عشان يقدروا يوصلوا هذا المشوار. كابتن شادي حابب تضيف اي حاجه ثانيه يا امير؟ لا طبعا الاجواء خلاص اجواء جيده، اللاعبين طبعا على واضح على وجوههم الناحيه الجديه بشكل كبير جدا يا كابتن شادي، معنويا المعنويات بالنسبه للاعبين النادي الاهلي مرتفعه بشكل كبير جدا، وده يمكن ان شاء الله هتكون حاجه ايجابيه بالنسبه للفريق قبل مباراه سوسه وبالتحديد مباراه النجم الساحلي، وان شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله يواصل هذا المشوار الافريقي ومن ثم تحقيق هذه البطوله الهامه جدا بالنسبه لنا كلنا. كابتن شادي اتفضل. زميلي أمير هشام رسالة من تونس، أنا بشكرك شكرا جزيلا على المجهود المبذول منك ومن زمايلك، بشكرك شكرا جزيلا يا أمير. ده كان مهم جدا كمان نطمن على فريق الكورة وكل حاجة والاجتماعات اللي موجودة، ده كان مهم جدا في البداية. قبل ما أمير يبقى معانا قلت لحضراتكم هتكلم في جزئية بسيطة وهوجه لحضراتكم سؤال كأعضاء جمعية عمومية وكجماهير النادي الأهلي، عشان دايما بنحب نشارككم في الصورة. بس قبل ما اتكلم قلت لكم مليون مره مش كل حاجه تتقال لك نجري على السوشيال ميديا ونسى، خد الكلام جوه دماغك فكر فيه واطلع انت براي شخص، مش كل حد يقول لك حاجه نسبح بحمد الله، اكيد بنسبح بحمد الله كلنا واكيد كلنا مؤمنين بربنا سبحانه وتعالى، لكن محدش يفرض علينا راي او محدش يقول لنا حاجه ونصدقها غير لما نشوف على ارض الواقع هل ده في امانه ولا
مفيش امان. ايه اللي انا عايز اساله؟ ايه اللي انا عايز اقوله؟ اتكلمنا على لائحه استرشاديه، واتكلمنا على امور كتير جدا جدا جدا. موقف الاهلي سليم؟ لا مش سليم. من قبل ما تبتدي اللائحه الاسترشاديه، بس قبل ما اتكلم كمان حابب اضيف نقطه مهمه جدا. من اول يوم قلنا مفيش كلام في انتخابات ومش هنتكلم في انتخابات، لكن اللي احنا نعرفه اللي فيه دلوقتي مجلس اداره بيقود سفينه النادي الاهلي، اول ما يتفتح باب الانتخابات ملناش دعوه. اللي يكسب يكسب. الكسبان نقول له مبروك وكلنا وراك وبنساندك، واللي يخسر نقول له انت ابن من ابناء النادي الاهلي وراك وبنساندك وربنا يوفقك برضه، وهي ده مبادئ النادي الاهلي. ده كلام فيه حاجه؟ فمره ثانيه قولوا لي، قولوا لي مين القوائم؟ محدش يعرف. قولوا لي مين اللي نازل؟ انا بقول لحضراتكم حتى الان محدش في بيانات تخرج، لكن انا بتعامل كقناه رسميه النادي، لازم يبقى في ناس بتبعت لك، لازم يبقى في مصدر. المصدر ده عشان اطلع خاطب الملايين من الاهلاويه، مش هخاطبهم عن طريق السوشيال ميديا. يجي لي حاجه من السوشيال ميديا فاقول لحضراتكم اتفضلوا. ده منطق؟ ده عقل؟ فمحدش يكلمنا في انتخابات، وهو ده اللي انا بقوله. ملناش دعوه، لكن في اتفتح باب الترشيح؟ اكيد لا. طب بنتكلم ليه؟ وفي ناس عامله صراعات ليه؟ وناس مموته نفسها وبتظهر في البرامج ليه؟ وفلان يقول انا مع مين ليه؟ وفلان ده بيقول انا مع مين ليه؟ وفي الاخر يقول لك احنا اللي متحيزين. متحيزين عشان دي قناه نادي وفي ناس بتقود السفينه. فلما يقود السفينه لغايه اخر يوم موجودين فيه، مشاكلهم مشاكلنا، واحترامهم للمؤسسات هو احترامنا للمؤسسات، لان دي قناه فئويه تعبر عن سياسه اي مجلس يبقى موجود. قلناها وهنفضل نقولها. تقولونا حاجات ما قلناهاش، تطلعوا في فيديوهات هاجمتوا مش عارف مين وعملتوا ايه، برضو الكلام ده ولا هيدخل دماغنا طالما احنا بنخاف ربنا. ادي دي نقطه مهمه. السؤال بقى هنا فين؟ اتقال قسمتوا الاهلي وجزيره ولا مدينه نصر ولا الشيخ زايد، والكلام ده ما حصلش. هاتوا فيديو هتلاقي كله قال الا احنا. مش اتقال الكلام ده حضراتكم يا اعضاء الجمعيه العموميه يا محترمين، يا محترمين للنادي الاهلي؟ سمعتوه كم مره؟ سمعتوا الكلام ده كم مره؟ سمعتوا كم مره اللي ده بقى غير ده وده بقى غير ده وده مش عارف ايه وايه ده؟ ده مش ده الاهلي. سمعتوه هنا؟ قلنا ماشي يبقى في صبر وما نتكلمش، نسيب المركب تمشي. اللائحة بتاعت الأهلي فيها إقصاء ومش عارف إيه ومدام. طب قلنا نسكت لأن إحنا عارفين اللي مفيش الكلام ده. ده أنتوا معايا ولا مش معايا؟ مش ده اللي حصل؟ لقيتوا اللائحة فيها إقصاء؟ لا. قال لك القانون وضد الدولة ومش عارف إيه. ده غيره وغيره 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 من قبل الجمعية ومن قبل ما الأهلي يقول 25 و26. ده في ناس طلعت علينا حرب باطل 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 باطل. فالناس بعد إحباط شديد، جالك 15,000 بعد إحباط في مواقع وصحف وباطل باطل، ومتبنين وجهة نظر واحدة فقط في ظل الإحباطات دي، راحوا 15,000. تخيلوا. طيب ما هو ده احنا مع الأهلي، يطلعوا علينا اللي عملوا مجلس النادي الأهلي غلط. خلاص الناس شايفة كده من حقها، ما علقناش وسكتنا. تطلع بالقنبله في البرنامج ده والكل اشتغل عليها وكل برامج مصر اشتغلت عليها، لكن تعبنا واجتهدنا عشان نفتح الملف ده بمفاجاه اكبر. اسمعوا بقى يا جماعه، كابتن حماده المصري كان معانا، مش هو لوحده، واللواء جاسر رياض، واللواء سامح مباشر، والدكتور علاء حسب الله، والدكتور علاء مشرف. الناس دي هي قالت اللي احنا ما عملناش لائحه استرشاديه، دي جات لنا جاهزه من الوزاره. الخمسه قالوا كده واحنا ما قلنا لهمش، ما ضربناهمش، عيب ما تقولش كده. هم قالوا، وقالوا اللي موقف الاهلي سليم مليون الميه، مليون الميه، ما فيش حاجه اسمها يوم ويومين وثلاثه واربعه. والناس جم هنا، اللي دخل معانا في التليفون قال كده. طيب
هم قالوا ليه كده؟ عشان داخلين انتخابات في الاهلي؟ اكيد لا. منهم ناس محترمه قالت ربنا هيحاسبنا ودي الحق اللي حصل، ما بنجتمعش رقم واحد، ما خدناش قرارات، بياخدوا قرارات من ورانا وبتاع. الكلام ده كله موجود قدام حضراتكم. السؤال هنا اللي بيطلع علينا اي حد ويهاجم الكابتن حماده المصري، بتهاجمه عشان هو واقف جنب النادي الاهلي؟ يعني الكابتن حماده ده بيتهاجم عشان واقف مع النادي الاهلي؟ يبقى هو اللي بتاع مصلحه؟ يا نهار ابيض، يا نهار ابيض، انا مش مصدق نفسي. طب خلاص، قلتوا تقسيم وقلتوا اقصاء وقلتوا كل حاجه سيئه وقلتوا باطل وقلتوا الوزير زي الفل وقلتوا لجنه اولمبيه 10 على 10 واضرب بايد من حديد، ده ايه؟ منهم ناس اهلاويه بالمناسبه. طيب وسكتنا وقلنا خلاص يبقى فيه هدوء ومش هنتكلم والاهلي عنده ماتش وخلاص وسكتنا وقفلنا. الناس دخلت قالت كلمه الحق، ده دول مين؟ ده دول اعضاء اللجنه الاولمبيه، هم اللي قالوا كده هنا، هم اللي قالوا الكلام ده هنا في البرنامج ده. ينفع تهاجم تاني؟ ده منهم فيهم، ده منهم فيهم. طب يا جماعه تسال ده، طب موقف الاهلي ايه؟ يقول لك لا سليم 100%، ما فيش نص يقول ولا يوم ولا يومين ولا ثلاثه ولا حقه يعمل اللي هو عايزه، هيجيب 160,000، انت مش عارفك اللي هيجي 15، ما ممكن يجي 70 80، انت تعرف منين؟ فما ينفعش النهارده اقول له يوم ولا يومين، لا او مش دورنا. والقانون قال لك القانون بيقول كده بيسمح، وسالنا مستشارين هم اللي قالوا، مين؟ اعضاء اللجنه الاولمبيه. تخيل بقى اللي فيه اهلاويه بيهاجموهم عشان قالوا كده، انه عقل ده؟ يبقى مين اللي صاحب مصلحه؟ وهو ده السؤال لجماهير النادي الاهلي، وهو ده السؤال لاعضاء الجمعيه العموميه المحترمين. ولا هنا فيها مجلس اداره ولا بنساند حد، ولا انا بسال لحضراتكم ملف مسكناه يتعرض فيه الكلام ده، والناس قالت الكلام ده في البرنامج ده. طب ايه راي حضراتكم؟ يبقى مين اللي صاحب مصلحه؟ الناس اللي هي مش مننا، مالناش دعوه هم اعضاء جمعيه عموميه بقى هنا ولا مش اعضاء، دي مش مشكلتنا احنا. اللي ناس تخرجت علينا وقالت اللي الاهلي بيعمله ده صح 100%، وقالت اللي احنا ما عملناش اللائحه الاسترشاديه الوزير اللي عملها، هم اللي قالوا مش احنا. طيب نهاجمهم وانا نقول لهم كتر خيركم على موقفكم المشرف المحترم اللي قلتوا كلمة الحق؟ فهنا السؤال لكل الأهلوية في كل مكان، هو ده الحق؟ هو ده العدل؟ هو ده الضمير؟ أنا خلاص خلصت الكلام، ولا في تقسيم ولا في اقصاء ولا في انتخابات هنا في البرنامج هنا، دي حاجه تخصنا احنا، لان ما شفناش لسه قوائم كامله، ما شفناش باب الترشح اتفتح فنتكلم فيها ليه؟ ما سندناش حد على حساب حد، وما بيحصلش للناس اللي بتكذب وعماله كل يوم تقولنا حاجات ما حصلتش اساسا. يبقى ولا اقصاء ولا اقصاء لاحد ولا هجوم على احد، ولا في ثوابت النادي الاهلي موجوده ولا مش موجوده؟ الثوابت موجوده طول الوقت، والاهلي موجود ما بيننا وعايش وسطنا لغايه يوم الدين. ولا الاهلي هيروح ولا الاهلي هيجي فجاه، الاهلي موجود بنعشقه مع اي حد يديره، والاهلي ده خيره علينا كلنا. ارحموا الاهلي، ارحموا الاهلي شويه. ده لو يتجسد على شكل شخص او اي حد هتلاقيه دموعه بتنزل كتير من اصحاب المصالح. والله صدقوني انا صادق معاكم جدا، صادق معاكم جدا. والظلم وحش، الظلم وحش، تظلم مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، في ايه؟ يا جماعه مش هي كل واحد يبقى هيرو وكل واحد يبقى بطل؟ يا عم ابقى بطل بس ابعد عن الاهلي، يا عم ابقى وحش بس ابعد عن الاهلي، يا عم اعمل اللي عايز تعمله، استفيد، اعمل
زود الحساب في البنك، غير العربيه، اعمل كل حاجه، اشتري كل حاجه في الدروس، ابعد عن الاهلي. لان احنا بنحبه قوي. وبنحترمه قوي. وبنعشقه قوي، وبيفرحنا قوي، وبنراهن عليه. وبنراهن عليه وبيفرحنا. وبنقاتل عشانه وبيفرحنا. عمال جوه النادي ما سابوهاش. موظفين جوه النادي مش سايبينهم. ايه كمية الضغوط دي؟ ايه كمية الصراعات؟ ناس بقالها شهور شغالة شغالة شغالة. خلصت من الكتابة بقت للظهور. كل ده مرصود وكل ده كله بقى موجود. ده من كتر ما بنحطه في 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 ملف، من كتر اللي بيحصل بقى جبل. بس الأهلي بيجي ويكسب ويكسب وينتصر في وقت صعب، وتراهن اللي هو يحصل له حاجة كبوة عشان تبتدي صوتك يطلع، فالأهلي يسكتك تاني بإخلاصه بوفائه بنقائه. فهنا السؤال مرة تانية لأعضاء الجمعية العمومية والكل أهلاوي، لما يبقى ناس من اللجنة الأولمبية هم اللي بيقولوا الأهلي صح مش إحنا، مش برنامج، هم اللي طلعوا علينا وقالوا لنا كده. لما يبقى خمس أعضاء محترمين، سيبوكوا من حمادة المصري، وحش وكخة دلوقتي عشان طلع مرتين، وحش يا حمادة، أنت وحش ما تطلعش تاني. طب واللواء جاسر رياض اللي من شهور ومن قبل انتخابات، ما هو قال كلمة الحق، منعوه، كان متفق معانا مداخلة اتمنع الراجل. وحماده المصري اتوقف، اللي هو سامح مباشر هيخسروه. وغيره وغيره وغيره، ايه ده؟ عشان قالوا كلمة حق والراجل خسر. طب ما هو قال قبلها، يعني كان معانا هنا وما كانش لسه في انتخابات عشان اللي بيزايدوا في المواضيع. طب الناس قالوا كلمة الحق على الأهلي، دول وحشين كمان؟ ودول بطلوا كلام فارغة بتوع المصالح؟ الله 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 الله. هو أنا نمشي على مزاجكم؟ يا اما يبقى عيب وكخه والكلام ده غلط. ده ناس بتدير ومحترمين، عارفين ليه؟ عشان الفوضى. الفوضى. عايشين في فوضى رياضيه، روحوا شوفوا نادي السيد بيحصل فيه ايه. روحوا شوفوا عمرو السعيد في نادي السيد، اسالونا احنا واحنا نقول لكم. اسالونا التهديدات اللي بتروح للراجل، كان في لقاء معاه، كان في اتصال تليفوني معاه، والراجل برضه راحوا لسمعته، يا راجل اللي بيته من الازاز ما يحدفش الناس بالطوب. ملفات معانا صعبة جدا جدا جدا. اللي بيته من الازاز ما يحدفش الناس بالطوب. اشتغلوا لمصلحة الرياضة المصرية. وكل واحد يفوق وهو بيتكلم مع النادي الأهلي. وكل واحد يقول كلمة الحق. كفاية بقى عربيات وفلل وحسابات في البنك. عنب ولوز كفايه، ولا البحر بيحب الزياده؟ للمره الثالثه بقول لكل اهلاوي محترم بيخاف على النادي ده وعلى اسمه وعلى تيشيرته، هو السؤال. الناس اعضاء الجمعيه العموميه او اعضاء اللجنه الاولمبيه دخلوا قالوا الكلام ده، احنا اهلاوي نهاجمهم ولا نقول لهم شكرا على احترامكم اللي بتنسفوا الحق؟ نقطة ومن أول السطر. نطلع فاصل، ومش عايز أهلاوي يروح في أي حتة، لأن حوار مهم جدا 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 مع المستشار خالد زين اللي احنا بنشكره. الراجل خصنا في أول ظهور ليه يبقى معانا، وهنشوف هيقول إيه في حوار ساخن جدا. نروح لرد الجميل وبعدها نستقبل المستشار خالد زين رئيس اللجنة الأولمبية السابق. بداية مصطفى منيب ده اسم شهرة، كان أنا وإخواتي كان والدنا مسمينا بأسماء مزدوجة، فكان في أخويا المرحوم الدكتور إسماعيل منيب
بطل مصر في الوزن الطويل. فلما جيت الاهلي هنا سنه 55 كان بيلعب في النادي الاهلي، فبقى يقولوا مصطفى اخو منيب. مصطفى اخو منيب لما التصق الاسم وبقى مصطفى منيب، لكن اسمي الاصلي مصطفى كمال عبد القادر. بدانا من كنت تقريبا في اولى ثانوي، اولى ثانوي اللي هي كانت زمان بعد الاعداديه، اللي هي تعتبر ثالثه ثانوي، ومن مدرسه اساسا. وكان في تصفيات لالعاب القوى في المدرسه اشتركت فيها، وكان في استاذي ما اقدرش انساه الاستاذ محفوظ جرجس استاذ التربيه الرياضيه، كان بيتمرن في مدرسه الامير فاروق الثانويه اللي انا كنت فيها، وشافني وقال لي تيجي النادي الاهلي، وجيت النادي الاهلي مع المرحوم الدكتور بقى سليمان، وبدات بقى رحلتي في العاب القوى. اساسا كنت انا غاوي جله ورمح قرص، مش جري سريع يعني، لحد ما جت بطوله القاهره درجه ثانيه سنه 56، واغروني ان انا اجري 100 متر، بالاضافه ان انا كنت بلعب جله يعني. ف يعني بقيت اجري واكسب واروح العب جله، اجري واكسب وارجع. لما قالوا لي ده بقيت في النهائي، فجريت النهائي وكسبت بطوله القاهره درجه ثانيه، وتقريبا عملت 11 ثانيه او 11 ثانيه وعشر 11 واحد، وكان يعني دي بدايتي بقى في العاب القوى، بطوله المدارس، بطوله الجمهوريه العامه، بطولة مصر للناشئين، بطولة مصر للكبار، يعني بطولة الأندية في مصر. فيعني لعبت كل هذه البطولات الحمد لله، وكنت بكسبها الحمد لله برضو. ويعني ما فيش بطولة ما لعبتهاش في مصر بالذات يعني، إلى أن وصلنا لسنة 58، كنت في تانية ثانوي بقى، واختاروني ان انا اسافر اليونان وبلغاريا لتمثيل مصر في بطولات دولية في اليونان وبلغاريا. في اليونان طبعا كانت صعبة لان انا وصلت يعني الطيارة بتعمل لاندنج والمسابقة هتبتدي بتاعت ال 100 متر. المهم ما وفقتش في اليونان، ورحت بقى بلغاريا بعد كده، وكنت أول مصري يفوز بميداليات في بطولة أوروبية في ال 100 متر برونزية وفي ال 200 متر فضية، وكان حدث كبير جدا في تاريخ ألعاب القوى في مصر. ومنشطات الجرايد كانت مصطفى منيب يرفع رأس مصر عاليا، يعني كانت الدفعة القوية ليا جدا كانت في 58. سافرت بعدها برضو رومانيا لعبت فيها، وبعدين ابتدينا نستعد بقى لأولمبياد روما 60. بدأنا من 58، فمصر في سنة 58 بالذات استعانت بمدربين الروس من روسيا، قلنا مدربين من روسيا في كل الألعاب تقريبا، ومن ضمنها ألعاب القوى. والله مش عاوز أقول لك الفرحة اللي كانت بتبقى الأمرة، يعني تركيا كانت متقدمة علينا بثلاث نقط، وآخر سبق كان تتابع 4 في 100 متر، كانوا هم 96 وإحنا 93 في النقط. فإحنا لو خدنا التتابع هنبقى 103، المركز الأول بياخد 10 نقط هنبقى 103، وهم 6 نقط 96 و6 102، فنكسب إحنا بنقطة. وقد كان ده السبق التاريخي اللي احنا كسبنا هزمنا بيه تركيا، وتركيا من الدول القويه في العاب القوى، كانت بطوله البلقان بتلعب فيها مع اليونان مع يوغوسلافيا مع رومانيا مع بلغاريا، المنطقه دي كلها كان بتقودها تقريبا تركيا واليونان، هما الاثنين بيتقاسموا
يعني في البطولات دي. وبعدين كان نشاط ألعاب القوى بقى في النادي الأهلي لما ضم الخبراء الروس هنا، ابتدوا بقى يستدعوا أبطال الأمريكان ييجوا يعملوا شو عندنا هنا في ألعاب القوى. كان من ضمنهم رالف بوستوم بتاع البطل العالم في الوزن الطويل، وجوني ويسمولر ده كان بتاع طرزان، جه برضه عمل شو في النادي الأهلي هنا في ذلك الوقت في الخمسينات. وجي كنا بنلعب برضه باكستان، بعد أبطال باكستان جم لعبناهم، روس لعبناهم، أمريكان لعبناهم، يعني كنا بنحتك بأبطال آخرين أقوى مننا، لأن التمرين عندهم كان مختلف عننا طبعا. لكن الحمد لله أثبتنا وجودنا. وبعدين هي بقى اللي هي نقطة عتاب على اتحاد ألعاب القوى، إنك لو رحت تسأل عن أي بطل ما تلاقيش أي بيانات عنه خالص في اتحاد ألعاب القوى. يعني رحت تسأل عني مش هتلاقي حاجة خالص. كان أخويا طبعا بطل الوزن الطويل في ألعاب القوى، فيوم التجارب اللي عملوها في المدرسة أخدت السبايك بتاعه ولبسته وجريت بيه، فطبعا اكتشف هو الحكاية دي بعد ما رجع، وقال لي خلاص حدهولك، خده هدية وابتدي انت ألعاب القوى بقى. ابتدي ايه؟ تاريخ ألعاب القوى بقى. فكان أساسا والدي برضو رياضي، كنت أشوفه يقف في البلكونة عنده الدمبلز وعنده حديد ويقف يلعب حديد في البلكونة. كان بيتنا في شبرا على غيط كبير فضاء، يعني مفيش حاجة، فكان يقف في البلكونة أشوفه يلعب رياضة الصبح لازم. وكان من نوع النشط جدا، هو كان في ناظر مدرسة بنبا قادم في القلعة وإحنا في شبرا، فكان يروح المدرسة ماشي من شبرا للقلعة يمشي، يعني كان رياضي رياضي يعني. برحب بحضراتكم من جديد، ودلوقتي بنستضيف نجم حلقتنا المستشار خالد زين. دور الإعلام هو باحث عن الحقيقة، ودور الإعلام بيدور ويجيب من هنا وهناك، والناس تبقى موجودة معانا كمسؤولين عشان نظهر الحقيقة للناس. النهاردة حوار من وجهة نظري هيبقى ساخن جدا، لأن في مستندات وفي كلام كتير جدا. بس قبل ما أتكلم في أي حاجة، خلوني أرحب على شاشة قناة النادي الأهلي برئيس اللجنة الأولمبية، مش هقول بقى السابق لأن معاه حكم المحكمة، كل ده هنعرفه منه، بس خلوني أرحب بيه. سيادة المستشار خالد زين، برحب بحضرتك. الله يخليك، وبشكر حضرتك اللي أنت خصتنا كبرنامج في أول ظهور لحضرتك معانا. الله يخليك، وألف مبروك إن أنتوا تعديتوا مرحلة الترجي. ربنا يوفقكم. الله يبارك في حضرتك. الله يخليك. قبل ما أتكلم مع حضرتك في أي حاجة، شايف سي في محترم جدا جدا، مين المستشار خالد زين؟ لا ده حاجات كتير قوي. ده يعني الحمد لله، انا الحمد لله من بدات كلاعب لنادي الزمالك من 68 ل 71 كره يد على ايد كابتن علي عبد الهادي ربنا يديله الصحه. بعد كده اتجهت للتجديف واعتزلت في 83. كان وقتها رئيس وزراء مصر الدكتور مصطفى خليل، وكان في مجلس الإدارة المرحوم اللواء وفي أحمد علي النبوي، إسماعيل، فؤاد سلطان، سميح أنور، مختار عوف. كان في مجموعة كبيرة جدا وزراء،
وتم اختياري ان انا اكون في مجلس اداره كاس كتير عام. اتعلمت على ايديهم دكتور مصطفى خليل من الناس الافاضل، مش بس كرئيس وزراء ولكنه كان امين عام للاتحاد المصري للتجديف وكان من ابطال التجديف، مجموعه كانت محترمه قوي. ثم بعد كده في 88 بقيت وكيل منطقه القاهره، وبعدين 92 اتحاد مصر، 96 اللجنه الاولمبيه سكرتير مساعد، 2000 عضو مكتب تنفيذي، 2004 سكرتير عام، 2008 بعد ما نهيت بقيت امين عام للقاره الافريقيه بالانتخاب، كان مقرها في ابوجا للشباب والرياضه، ثم رئيسة للجنة الأولمبية المصرية، رئيس بعثات عدة أقوى بالوثائق، أقوى بعثات أنا كنت رئيسا لها لمصر، وكرمت من الرئيس السابق حسني مبارك واثنين رؤساء وزراء في مصر، وكرمت على مستوى 13 رئيس دولة إفريقية، خدت وسام فارس من جنوب أفريقيا، خدت وسام قائد من كورديفوار ساحل العاج، كرمني فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد أولمبياد يانجينج وحصولنا على 11 ميدالية أولمبية. ده بالنسبة لكن عملي أنا نائب رئيس قضايا الدولة، وكنت رئيس النادي العام المستشاري قضايا الدولة، كنت مستشار لعدة وزراء من أول دكتور عبد الأحد جمال الدين، عبد المنعم عمارة، علي الدين هلال، ثم بقيت استشاري للمرحوم سيادة الوزير ممدوح البلتاجي، أنس الفقي، كنت مستشار للمجلس الأعلى للثقافة، مستشار القانوني، وزارة الكهرباء، حاجات كتير قوي يعني، هي حياة مليئة. كنت بطل مصر وبطل الجامعات، يعني كذا حاجة، كنت فردي رجال سكيف، آخر سبق ليا كان في الرباعي مزدوج المجداف سنة 83 وحصلنا على المركز الأول. على المستوى الدولي أنا نائب رئيس الاتحاد الدولي، ممثل عن قارة إفريقيا، رئيسة للاتحاد الإفريقي من 92 وحتى تاريخه بالانتخاب، رئيسا للاتحاد، أنا أقدم رئيس اتحاد إفريقي في القارة الإفريقية حاليا، يعني من ساعة دخول عيسى حياته من 92 حتى تاريخه، رئيس نائب الرئيس اللجنه اللجان الاولمبيه العربيه مع الامير طلال، رئيس اتحاد الاتحادات العربيه ورئيسا للاتحاد العربي، نائب رئيس الاتحاد حوض البحر الابيض المتوسط لغايه 13/10 في انتخابات بيني وبين الاخ هشام حطب، رشح نفسه ضدي يعني هو اي حاجه انا فيها هو عايز يعني ياخدها بسيطة، لكن الحمد لله إنجازاتي كل دي نبذة؟ ده يعني كده اختصار يعني، لكن اللي أنا عايز أقوله يا كابتن شادي، سيبك من المناصب وسيبك، لأن الحاجات دي بتجيب بعضها، طالما أنت بترضي ربنا وبترضي ضميرك ربنا بيوفقك. اللي حصل معايا يعني الله يسامحهم. طيب إن كان هشام، وهو ده بداية السؤال، الله يسامحهم. أول سؤال لحضرتك، اتفضل. بنتكلم على سي في محترم، خدمت مصر، اتكرمت من رؤساء في الدولة، أوسمة من أعلى الوسامات في العالم، رئيس الوزراء إبراهيم محلب، كان قبل منه أحمد نظيف. لا أنا ما الحمد لله ما فيش رئاسة، أو الحمد لله. هل تحب في البداية أقول لرئيس اللجنة الأولمبية بحكم القضاء، ولا أقول لرئيس اللجنة الأولمبية السابق؟ أنا هقول لك حاجة، أنا لو قالوا لي تعالى رئيس اللجنة الأولمبية النهاردة أقول لهم أنا متشكر. ليه؟ أقول لك ليه، لأن أنا أديت للرياضة كتير، ومتهيألي الوقت المتبقي من حياتي اديه لبيتي لمستشاري قضايا الدوله، البيت اللي انا كان سبب ان انا وصلت لكل المناصب دي كلها. فانا حتى بعلن ولاول مره هنا حتى رئاسه اتحاد مصر للتجديف، انا في الجمعيه العموميه 28/7 انا اعلنت ان انا مش نازل على رئاسه اتحاد مصر للتجديف. انا بعتز بشخصيتي وبالانجازات اللي انا عملتها، وبقول الحمد لله. في زملاء لحضرتك عشرة عمر؟ طبعا هم قالوا كده معانا وكلام مسجل، خسروا بفعل فاعل. طبعا لا بفعل فاعل، انت خايف تنزل عشان تخسر بفعل لا 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 لا, لا خالص. اقول لك ليه، اتفضل. انا 28/7 طبعا هم عملوا اللائحه الاسترشاديه والبتاع ده، فانا بعت في اول شهر 7 اللجنه الاولمبيه قلت لهم انا 3 جوابات مؤرخه عندي مستندات، قلت
لهم انا هعمل جمعيه يوميه يوم 28. ابعتوا لي اللائحه الاسترشاديه لعل وعسى ان يكون هناك فيها نص ينفع الرياضه المصريه. ما حدش بعت. اخترت الاتحاد الدولي واخترت الهيئات. هم اتصلوا بالهيئات من خلال بعض الاشخاص انا بعتز بيهم. طبعا ممدوح الششتاوي بينفذ، راجل موظف وبينفذ كلام رئيسه. فاتصلوا بالناس عشان ما حدش يجي. على الحظ الغريب الناس كلها جت احتراما لشخص خالد زين، وده اللي هم مش قادرين يفهموه. كله جه وجم قعدوا واتفقنا. قلت لهم يا جماعه حصل 1 2 3 4، ناقشنا اللائحه المقترحه. وخد بالك انا خبير لوائح، انا كنت مستشار لعده وزراء شباب ورياضه. فانا مش جاي من بعيد يعني. انا من الشخصيات الفريده على مستوى العالم اللي في هذا المجال. خلاص واخد اعلى وسام في العالم يعني، وده مش بدا فيه اوسمه كمان ما حطوهاش هنا يعني. حاجات في افريقيا وكذا. طيب لما اجي انا الجمعيه العموميه تنعقد والناس توافق ونترجم اللائحه اللي ماضي على كل نص كل اعضاء الجمعيه العموميه وبعتها للاتحاد الدولي. الكلام ده بعتناه يوم 1/8، 11/8 جالنا رد الاتحاد الدولي واكسبتد. احنا ما عندناش اي مشاكل واللائحه، لانه انا يعني زي ما قلنا احنا يعني الحمد لله في اللوائح انا خبير ونائب رئيس اتحاد، يعني الوظائف بتاعتي تؤهلني لهذا. فبنحط الحاجه بقيمه الديمقراطيه. الناس وافقت وجه. الموظفين طلبوا ان هم ياخدوا اسبوع اجازه لانه دخلنا في صيف وخلصنا جمعيه عموميه. فانا قلت خلاص مش مشكله. هم افتكروا ان انا بات قرار مجلس اداره والناس جابوا اللائحه الاسترشاديه عشان انا قررت ان انا مش هنزل. احنا في عندنا 3 اشخاص عايزين ينزلوا او 4 اشخاص عايزين على الرئاسه. ممدوح الششتاوي قاعد في الماريوت بامر من هشام مع اللواء طارق اميره في الماريوت. واتحكى لي كل حاجه، وانا وفي الحاج عمر درازم بورسعيد عايز ينزل، وفي الدكتور صبري عمر عايز ينزل من اسكندريه، وده اسكندراني بلديات هشام. كلهم احبابي على فكره. انا قلت حصل اتصال بمرسال بعتوا لي اللواء طارق، قلت له انا موافق واعملوا مجموعه وخشوا بالتزكيه، وانا بقول لكم الف مبروك انا بعيد. انا بالنسبه لي خلاص انا قررت ان انا فتره حياتي المتبقيه اخدم بيتي الاصلي اللي عمل مني بني ادم. هيئه قضايا الدوله، أعرق هيئة قضائية أنشئت في مصر من 1876. البيت ده أنا أحترمه وفوق راسي من فوق، وخدت هذا القرار. هم عملوا إيه بقى؟ اتفضل. بيعملوا زي كل الأندية، بيحاولوا يجيب رؤساء اللجنة الاتحادات عشان يستمر رئيسا. يا سيدي أنا البعبع الكبير أعلن إنه مش عايز حاجة، وأنا مش هخش في هذا الجو، لأن الجو ده أنا دايما بقول استقرار الإدارة يولد نجاح. بدل ما فيش اداره ما فيش نجاح. انت انا مشيت الفريق الاولمبي ضاع بتاع كره القدم، بعد ما كنا نقول من 8 ل 12 ميداليه رجعنا ب3 ميداليات. بعد ما سبت لجنه التخطيط فكوها، لجنه المتابعه فكوها، اعداد البطل اللجنه الفنيه فكوها، كل اللجان دي المشروعات اللي عملها الله يديله الصحه دكتور عبد المنعم عماره، زي مشروع البطل الاولمبي ومشروع العمالقه، في مشروعات عملها دكتور عماره دي اللي ادت نتائج متميزه في الالفينات. النهارده كل الحاجات دي مشيت. النهارده اول مره اشوف لجنه اولمبيه، المفروض المركز الاولمبي يبقى تابع للجنه الاولمبيه، لان اعداد المنتخبات يبقى من خلالها للمركز بالتنسيق مع اللجان الفنيه للاتحادات. هذا لم يتم. بص ما ايه مشكلتنا؟ ان واحد ما خدش بطوله مدرسه في مصر بقى رئيسا للجنه الاولمبيه. يعني انت ايه التاريخ؟ ايه حياتك؟ وين نبتدي نتكلم؟ اقدر اقيم. فهو مش قادر، هو عايز، هو قلقان وعايز يحافظ على الكرسي. انا بقول لك والله يا هشام، وانا قلت لك وانت نائب ليا، انا الدوره دي وانا مش هنزل تاني. وانا كنت فعلا اعي ما اقول. هو قاعد بيحارب، ده لدرجه انه من ضمن الحاجات القانون اللي فيه خلل وتناقض في بعض نصوصه وعدم دستوريته وحسرد الكلام ده لسيادتك، عمل ايه؟ قال لك لجان فض منازعات. انت بتتكلم في قضايا تتعد في مصر على ايد الايدين كده.
علشان يضرب خالد زين. في عندنا زميل انا كنت جايبه يشتغل في اللجنه. مين؟ ما مش هنقول اسماء، هو عارفين نفسهم. مستشار من ولادنا من تلامذتي يعني. بيني وبينه 1000 نفر مثلا ولا حاجه. عملوا حاجه جميله جدا، اللي نازل ضدي جايب 310، يقول لك دول يعني لجان فض منازعات. منازعات ايه؟ فين القضايا اللي موجوده؟ هنضحك على بعض ولا هي بتحارب خالد زين في كل المواقع؟ يا سيدي اللي يحارب يحارب. شوف انا مؤمن بحاجه، لا يصيبنا الا ما كتب الله لنا. اعمل يمكرون والله خير الماكرين. اعملوا اللي انتم عايزينه، لكن ربنا يمهل ولا يهمل. اللي احنا فيه ده دمار للرياضه المصريه. طيب انا هقف عند دمار للرياضه المصريه وهمشي معاك منظم النهارده قوي واحده واحده عشان نفهم الدنيا رايحه فين وجايه منين. ايه رايك في الفوضى اللي بتعيشها الرياضه؟ ده مش كلامي، ده كلام كمان مقاله كتبها الدكتور كرم كردي. غير المقاله قريت المقاله وشفت كلام. انا بصراحه كنت مبهور ودايما ببقى مبهور لما بلاقي صوت حق. حبيبي كرم ربنا يديله، راجل محترم. ايه راي حضرتك من مشاكل كتير بنشوفها على الساحة؟ ده بيخسر بفعل فاعل، ده بيتهدد لو ما وقفتش مع فلان الفلاني، وده بيسقط بفعل فاعل، وده زعلان وده غضبان وده محسوب على ده. ايه رأيك في المنظومة بالشكل ده؟ شوف انا عايز اقول لك حاجة، من ضمن الناس اللي انا يعني للأسف تم استغلالي، وانا ما اعرفش، انا برضو عندي، انا بني ادم عندي اخطاء. يعني مشكلتي مع كابتن طاهر ابو زيد دي كانت زقة من بعض الشخصيات. مشكلتي مع عمرو السعيد كانت مشكلة، ورغم ان عمرو يعتبر يعني احنا جيران، هو ديار يعني العزبة في العزبة يعني، وابوه من راي الناس المؤوز ابو استاذي. لكن وصلنا لمرحلة انه قلبوني على عمرو، قلبوني على هنا، وبعدين ابتدوا يقلبوا عليا. لا يعني انا بتكلم في 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 وضع انا ما شفتوش في حياتي الرياضية من وانا لاعب حتى رئيسا للجنة الاولمبية. لا انا يعني انا حتى ايه رايك في الفوضى اللي بنعيشها؟ لا فوضى، شوف الفوضى دلوقتي بقت منظمه بقانون في عدم دستوريه. ايه هو؟ هقول لحضرتك. اتفضل. إيه معلش، احنا هنتكلم تنص الماده 101 من دستور مصر. كويس. يتولى مجلس النواب السلطه التشريعيه واقرار السياسه العامه للدوله. تمام. والخطه العامه للتنميه الاقتصاديه والاجتماعيه والموازنه العامه لكذا لكذا. يعني مجلس الدوله يتضح لنا انه اكبر مجتمع يعني يبقى جمعية العمومية للدولة. لأنه منتخب من فئات الدولة. تمام. معلش أنا حاجي عند النص المادة 101 وحاجي أتكلم بشأن الجمعيات العمومية. أنا كنت أول من طالب بعدم التدخل الحكومي. بس في ناس فاهمة وفي ناس مش فاهمة. عايزة، لا مش فاهمة، عايزة تفهم اللي يريحها. أنا قلت، وهذا الكلام مسجل في أكثر من برنامج، يا جماعة عدم تدخل الدولة، إنها مش من حق الدولة إنها تعين مجلس إدارة قوام جمعيته 100,000. تمام. يبقى أنا النهاردة بحجر بقرار من الوزير يعين مجموعة ويشيل رأي 100,000 بني آدم. ده مرفوض دوليا. في نفس الوقت ممنوع للدولة إنها تخش في الأمور الفنية، لأن ده مش شغلها. أنت بتجيب في الأمور الفنية متخصصين في بعض الرياضيات، هم اللي بالرياضه، ان ده يتكلم في الكوره، ده يتكلم في الملاكمه، ده يتكلم في كذا، لان دول متخصصين. امال دور الدوله في ايه؟ دور الدوله هنا الرقابه الماليه، لانه مال عام. طبعا الدوله، وده اللي انا بقوله، ان هنا في والكلام ده انا هقول لك انا اتكلمت مع مين قبل ما فخامه السيد الرئيس يوقع على هذا القانون. واشرت ان ده خطر، انه دور الدوله انها تحط نظام انتخابي لكل مؤسسات الدولة برقابة قضائية. لأنه أنا ما أقدرش أقول إن ما فيش دولة، أنت بالنظام ده ما فيش دولة. إحنا نفذنا المخطط الأمريكي التركي القطري في هذا الشأن. إحنا فكينا مفاصل الدولة. لا، ما أنا عايز أفهم دي بمعنى إيه؟ هقول لحضرتك. يعني إيه نفذنا مخطط الأمريكي؟ في مخطط، في مخطط في لبعض الدول العربية، وأنا بوثائق وقلنا هذا الكلام لناس كتيرة قوي، إنه دخلوا في حتة التدخل الحكومي للدول العربية، وإن احنا نغير. أنا سافرت ليبيا أثناء الضرب هناك مكلف، وأنا موجود عضو لجنة التضامن الأولمبي. تمام. أو عضو المكتب التنفيذي، علشان أنا ابتديت أشوف رؤية غريبة جدا. الله، أنا اتحاربت علشان اعترضت وأنا رئيس لجنة أولمبية على المجنسين.
لان اتألف مكتبي في 2009 من شخصية امريكي ولقيته في روسيا بعد كده. خدوا بالكم قطر بتعمل 1 2 3 4. تمام. الناس اللي بتتجنس من لاعبين من اللي بيطلعوا بقى في منتدبين كمستشارين كدكاترة جامعة كرياضيين ككذا كذا، كل ده خطر على الدولة. طب هقف معاك واحدة واحدة. اتفضل. طب ما بلغ حضرتك بمنصبك. بلغت مسؤولين او اجهزة معينة في بلغت قلت هذا الكلام. تمام. وهم تيقنوا، عشان كده برضو من ضمن الحاجات القطيعة عدم تجنيس اولادنا. يعني انا هقول لك حاجة، انت في كاس اليد كاس العالم بتاع اليد انت كنت في الاخر وقطر نمرة 2. الشيخ حمد قالها لفظا في 2009، دورتين وعلم مصر ما يترفع تاني. علم مصر ليه؟ كانوا في، انا عمري ما سافرت قطر على فكره. انا كنت في الامين عام للجنه الاولمبيه وانا اللي مصفر البعثه في 2000. لا ده كان ناس حد تاني، انا كنت بره امين عام للقاره الافريقيه. عملوا في 2007 احنا خدنا بطوله الالعاب العربيه بان ارب جيمز، خدنا كل الالعاب. علم مصر كل شويه يترفع، السلام الجمهوري ده يترفع، بيحصل لهم ارتكاريا بيتعبوا نفسيا. فكانت اللي انا شايفه ان كل المنظمات الدوليه والقاريه والاقليميه كل معظم المصريين طلعوا منها، سقطوا ومشوا. المقرات العربيه اتنقلت للدوحه وجزء منها راح الكويت. انا كنت رئيس اتحاد الاتحادات العربيه وما زلت رئيس اتحاد عربي. لما تيجي انت يعني اللي بيتكلم مجنون اللي بيسمع عاقل، بتشوف الجو ماشي ازاي، الناس بتسقط. كلمه مش موضوع خالد زين أو شادي أو لا، هو مصر ممثلة في هذا الشخص على الكرسي ده. هما مش عايزين دي. هما عايزين مصر ما تبقاش موجودة في أي قطاع إقليمي أو قاري أو دولي. وده الواضح في خلال الثلاث سنين اللي فاتوا، مصر فقدت قد إيه من المناصب القارية والإقليمية والدولية زي ما أنت عايز. وبعدين للأسف بننفذ هذه السياسة إحنا يا مصريين بإيدينا بنفسنا. يعني ممكن نعلم ممكن لا نعلم، لكن احنا بايدينا كمصريين. انا على فكره بقول هذا الكلام، انا مش عايز اي مناصب وانا قررت واعلنت، لكن انا بقول حقائق لانه انا خلاص الحمد لله مش هخش في هذه المؤتمرات. فمعنى الماده 101 ان مجلس الشعب هو الجمعيه العموميه بتاعت الدوله. طبعا. فانا كلمت مع بعض الشخصيات في مجلس الشعب وكلهم شعب وناس حبايب وناس محترمه، قلت لهم يا جماعه انتوا فاهمين، انا بفهمكم الجزئيه المهمه انه الدوله لازم تبقى موجوده، الدوله لازم يكون لها اليد العليا في الرقابه الماليه. يبقى دي واحد، الدوله لازم تبقى موجوده لا وتعالى لي بقى في الرقابه الماليه. وايه تاني؟ لا الرقابه الماليه ووضع نظام انتخابي لعقد جمعيات عموميه عاديه وغير عاديه تحت اشراف قضائي. تمام. والاهم من ده كله اللي بقى الحته الاهليه الاخيره، دستور بلدك بيقول ايه في حته مهمه جدا. معلش اتفضل. يعني هنتكلم، انا معلش انا اكلمك بالقانون. ما احنا الطبيعي اللي احنا دولة قانون. فين احنا؟ اشك احنا دلوقتي مش دولة قانون؟ لا دلوقتي في اللي بيحصل ده مش قانون. معلش اللي بيحصل ده مش قانون. انت في المادة المهمة جدا، مادة 97 في دستور مصر، بتقول ايه؟ التقاضي حق مصون ومكفول للكافة، وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي وتعمل على سرعة الفصل في القضايا، ويحصر تحصين أي عمل أو قرارا إداريا من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي، والمحاكم الاستثنائية معذورة. خلاص أنت عملت، اشرح للسادة المشاهدين عشان يعني ما النهاردة أنت كمواطن من حقك أنك ترفع قضية ضد خالد زين، ترفع قضية ضد أي فلان، اي بني ادم، وقضيق الطبيعي اللي هي المحاكم المنصوص عليها في دستور مصر ومحدده شرحا. ده في الدستور. طبعا. طب الغلط فين بقى؟ الغلط هنا بقى، عملنا حاجه غريبه قوي في القانون بتاع الرياضه. قانون طبعا لذيذ قوي. اولا هو جاء في الماده الرابعه والماده الثالثه. الماده الثالثه بتقول ايه؟ سيبك بقى هنا بقى بتلغي دور الدوله. وانا معترض، الدوله لازم تبقى موجوده. تمام. بتنص على تتولى الجمعيات العموميه، خد بالك ما خصش حد فوق حد. يعني اللجنه الاولمبيه زي اي هيئه. لكن النهارده عكسها. تتولى الجمعيات العموميه للجنه الاولمبيه المصريه
واللجنة البرلمائية المصرية والأندية الرياضية والاتحادات الرياضية وأعضاء الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية وضع أنظمتها الأساسية بما يتفق مع الميثاق الأولمبي والمعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن. تمام. ده نص المادة 3. طب 4. بسطت قوي. طب 4. أنا بسطت. أنا جاي لك بس نحلل الأول. المادة دي جميلة جدا. المادة دي ما لغتش دور الدولة. وده اللي أنا أتمناه. جاء في المادة 4 قال حاجة غريبة جدا. تضع اللجنة الأولمبية المصرية، طب اشمعنى لائحة استرشادية للأنظمة الأساسية تقوم بإرسالها لتلك الهيئات وتعقد الجمعيات العمومية للهيئات اجتماعا خاصا خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون ماشي يخصص لوضع نظامها الأساسي وتحدد اللجنة الأولمبية المصرية بات هي الوزارة النصاب اللازم. خد بالك ده يخالف الميثاق الأولمبي، هقول لك ليه. لانعقادها وللموافقة على تلك النظم في الحالات المختلفة، فإذا انتهت المدة المشار إليها ودي اللعبة اللي هم بيلعبوها ولم تجتمع هذه الجمعيات سألوا لعدم اكتمال النصاب اللي هم زي ما عملوا معايا وكلموا الناس ان هم يحضروش أو لغير ذلك من الأسباب يعمل بأحكام النظام الاسترشادي اللي المشار إليه بعد نشره في الوقائع المصرية على نفقة الدولة دون أن يخل ذلك بحق الجمعية العمومية في تعديل نظامها. ورجع تاني فين عدم الدستورية هنا؟ أنا لا ده لسه ده أنا لا ده في كلام كبير هنا ما تستعجلش يا عم شيخ. النص ده يخالف موقف عايز أقوله للجنة الأولمبية المصرية. افتكر يا أستاذ هشام، ما أقدرش أقول مهندس لأنه غير مقيد في النقابة. افتكر يا أستاذ هشام أنت، أنا كنت مسافر لندن كان عندي اجتماع اتحاد دولي والاخ عبد العزيز غنيم بعت لائحه وتناقشنا في اللائحه وكان هناك بعض النصوص سيادتك شايف انها غير قانونيه. فقلت لي احنا عايزين نبعت للاتحاد الدولي. انا قلت له امام شهود، لكن عبد العزيز غنيم عشان عايز يصدق اللي موجود لان مصلحته مع اللي موجود فيبقى خالد زين مرفوض. ما علينا، هيجي اليوم ويصدق ويفهم. قال الآتي انه في عندي ايميل مكتوب عليه البريزيدنت الرئيس. الايميل ده اي ايميلات بتخص الرئيس تطلع منه الدولي. لا اللجنة الأولمبية انا اسف. الايميل ده بيطلع بس انا ما فيش ايميل يطلع بدون توقيعي. عملوا ايه؟ انا سافرت لندن بعد كده راح الاخ هشام والموظفة المسؤولة عن القطاع الدولي بعتوا الايميل للاتحاد الدولي للملاكمة. خلصوا عليك؟ لا ما حدش يقدر، ربنا اللي بيخلص على الكل. انا خالد وحش انسى يا عم شادي، سام كلام الفاضي ده. ده دول اصل دول يعني ده انا مش شغلتي رياضه. انا اللي كاتب لائحه النظام الخدمه العامه التطوعيه ايام دكتور عبد المنعم عمار. لا سام كلام الفاضي ده. فانا ايه عملوا ايه يا سيدي؟ قلبوا الدنيا رئيس الاتحاد الدولي للملاكمه مستر فو وهو رئيسا لاتحاد الاتحادات الدوليه دلوقتي الاسويف بعد جواب بهدلني فيه انا لا اعلم وقال فيه كنت مسافر ليس انا كنت بره ليس وده الكمين اللي كانوا عاملينه من ضمن الكمائن اللي كانوا عاملينها للضرب في طاهر ابو زيد والضرب في عمرو السعيد والضرب في فلان وفلان انا عارف. وقالوا الاتي ليس حقا للجنه الاولمبيه المصريه التدخل في شؤون الاتحادات لا من بعيد ولا من قريب واللي انت قمت بيه ده غلط ومخالف للميثاق الاولمبي وعندي هذا الجواب. طب منين رئيس اتحاد اللجان الاولمبيه على مستوى العالم بعت هذا الجواب رئيس الاسويف وانت النهارده بتفرض على الاتحادات المصريه لوائح استرشاديه؟ خد بالك انا عندي 7 اتحادات لغايه النهارده ماضيين عايزين الاسويف يبعتوا وارفقوا بالخطاب اللي بعته مستر فو عدم تدخل وتدخل اللجنه الاولمبيه الساف في العمليات الانتخابيه. ماشي. وانا عايز اقول لبعض الشخصيات انت لسه صغير يا شريف وانا بعتز بيك بفكرك وشخصيه محترمه شريف العريان. تمام. بلاش تلعب اللعبه اللي مصر كلها عرفتها وشكلك وحش انت وششتاوي. يعني ششتاوي قاعد في الماريوت وانا بقول لكم جيبوا اللي تجيبوه انا خلاص انا لا مش هلعب موجود. انا اعتبروني مش موجود. ما خلاص ما بقاش في الرياضه ما بقتش موجوده. كلمه انك انت
خلاص انت النهارده في خلافات ونزعات، واحنا وصلنا لمرحله ان مصر القوة الناعمة ليها في الخارج، وانا اكتر واحد احسها لان انا اكتر بني ادم في جمهورية مصر العربية وقف تحت العلم والسلام الجمهوري بتعزف وثائقيا مع احترامي للجميع. اكتر بني ادم قضى عصابة مصر. طب انا عندي سؤالين معلش عشان ما انتهش من اللي كنا بنتكلم فيه. اول سؤال خاص باللي انت قلت لي، هو مش مهندس غير مقيد في مهندس هشام حاطب. طبعا لا هو مش مهندس، وانا بقول له بلاش. مش مهندس هو بص هو مش هو مهندس. لما انا على مستوى الاعلامي لما بشوف اي مداخلات او اي حوار صحفي المهندس هشام حاطب. لا ده انت يا ريت كلمه مهندس دي سهل انك تقولها في علم، لكن تكتبها على محرر طالع لمجلس شعب، طالع لوزاره، كاتب انجينيرنج بعتها لمنظمات دوليه، دي اولا. اسال المحامي بتاعك الغلبان ده، دي تعتبر اسمها تزوير معنوي وليها عقوبه حبس وجوبي بالمستندات، وده ناس كتير هتتحرك فيه الفتره الجايه. كلمه المهندس وانجينيرنج وبعت لمجلس الشعب وبعت لفلان، هو مش مهندس. ولو هو مهندس والنبي يقول لنا. انا بقول لك انت غير مقيد في نقابه المهندسين. طب هعرض لحضرتك حاجه كده وتقول لي راي حضرتك فيها. تحت امرك اتفضل. ايه دي؟ ايه راي حضرتك في الجواب ده؟ ده ايه ده؟ دي 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 شهاده؟ شهاده من جامعه الكويت. بص يا سيدي دي كليه ايه الاول؟ ايه؟ جامعه ايه ولا مش شايف اصلا؟ جامعة الكويت. ماشي جامعه الكويت، جامعه ايه تخصصها ايه يعني؟ كليه العلوم فرع كيمياء. علوم؟ يعني طب تعالى لي بقى. اولا علوم ما انتش مهندس، واحد. اثنين الشهاده دي كان يجب ان يعادلها هنا في وزاره التربيه والتعليم في مصر. خلاص؟ هل تم معادلتها؟ لا. طب شكرا. انا يعني طبعا احنا بنحترم كل شخص. الاستاذ هشام حطب لو حابب يدخل معانا يتفضل، ما عندناش ادنى مشكله. ده انا يا ريت، ده انا اسعد بهذا. يا ريت يا ريت والنبي، انا وحشني صوته والله. ما كان بيتكلمني كتير ايام ما كان النائب بتاعي يعني. فانا بقول لا، ديت اولا ديت كان يجب ان يكون لها معادله هنا في مصر. ثانيا دي مش شهاده هندسه. وانا اعلم يقينا، واذا كان في اكتر انا بقولها لك اعلم يقينا، هو غير اولا دي علوم ما هوش هندسه. فكلمه مهندس ديت على فكره كلمه انه يكتب على المحررات الرسميه المرسله لمجلس الشعب او المرسله للجهات الرسميه في الدوله او جهات دوليه في الخارج انجينيرنج، دي راجع المحامي بتاعك، دي عقوبه وجوبيه حبس، لانك انت دي يعتبر تزوير معنوي في القانون. طيب هرجع نرجع للقانون. القانون قلت لي ده عوار واضح. العوار بقى تاني إيه فين؟ احنا قلنا الجمعيه العموميه بتاعت مجلس الشعب هي الجمعيه العموميه بتاعت الدوله كلها. واحنا قلنا انه التدخل الحكومي في عمليه التعيين والشؤون الفنيه. لكن من حق مجلس الشعب والدوله تحط حاجتين اساسيتين، تحط نظام انتخابي للجمعيات العموميه العاديه والغير عاديه، والرقابه، وتحط الرقابه الماليه، وده تحت اشراف قضائي. تمام، ده المفروض. لكن اللي ما يفهمش يقول عدس. ادي جزء. الجزء الثاني المهم الخطير، الخطير، انت بقيت قاضي وخصم. خلاص. اولا لجان فضل توفيقه في بعض المنازعات ده ليها قانون رقم 7 لسنه 2000. تعالى في القانون بقى الجميل تضارب. احنا قلنا الماده 3 والماده 4. الماده 4 بتقول له حط لائحه استرشاديه، رغم ان الاسواف قال لك ما تحطش ومش شغلك. والماده الثالثه بتقول لك مش اختصاصك، ده اختصاص كذا. خلاص؟ يعني تم تنصيب اللجنه الاولمبيه. لا معلش انا مش هعدي دي. اتفضل. يعني اساسا مش من حقه اساسا يعمل لائحه استرشاديه. لا 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 مش حقه. امال ايه اللي بيحصل في مصر؟ لا ما دي لائحه استرشاديه بتاعت الوزاره. لا مش بتاعت. لا يبقى خلاص تكمل حضرتك وهنكمل بعد معلش انا هكلمك. الماده 20 تناقض. قال لك الجهه الاداريه، يعني باشمهندس خالد عبد العزيز وده راجل مهندس بقى الحق يتقال، للجهه الاداريه المختصه ولذوي الشأن اللجوء الى مركز التسويه والتحكيم الرياضي المصري المنصوص عليه في الماده 66 من هذا القانون خلال مده لا تزيد عن 60 يوم. ما علينا. يبقى هنا قال له في الماده 20 ان الوزاره الوزاره يعني الوزير لما ياخد قرار وهشام حطب ياخد قرار تاني ان الوزير يلجا لهشام حطب عشان يسوي هذا الحكم. طب ده وينفع؟ هتقول لي انا؟ تعالى لي بقى. لا ده انا اقول لك بقى، انا احل لك الموضوع ده دستوريا.
المادة 23 للجهة الإدارية المختصة اللجوء إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري المنصوص عليه في 66 في هذا الإبطال أي قرار يزور مجلس إدارة الهيئة إذا كان مخالفا لأحكام هذا القانون. تعالي لي بقى المادة 66، ينشأ باللجنة الأولمبية المصرية مركز مستقل يسمى مركز التسوية والتحكيم الرياضي، تكون له الشخصية الاعتبارية ويتولى الفصل في المنازعات، ماشي، ومن يرأسه رئيس اللجنة الأولمبية المصرية. طب والنبي ده ممكن يعني رئيس اللجنة الأولمبية الحكم والخصم. لو الوزير لا لو الوزير في خصومة تعرض على رئيس اللجنة الأولمبية اللي هو رئيسها هشام حطب. لا تعالى بقى، ده الأدهى من ده كله انه في مادة بتقول ايه، كل ده مخالف للدستور. كل اللي انا بقوله ده انا هقول لك النصوص اللي بتخالف كل الكلام ده كله. تمام. قال لك انه لو النهارده عندنا مشكله احنا بنديها اللجنه الاولمبيه، اللجنه الاولمبيه بتعين محكمين. يعني تحط تجيب كشكول كده وتكتب فيه 20 30 واحد. طبعا عشان نظام الانتخابات بتاعتي في مستشاري قضايا الدوله كاتب لي 300 واحد ومصر كلها ما فيهاش 10 قضايا خلاص في هذا الجهاز. يعمل ايه؟ يحطهم وبقى يختاروا بقى ايه. طبعا احنا شويه من القضاء وشويه كذا. انا بحيي معالي المستشار ابراهيم هنيدي نائب رئيس محكمه النقد انه اعتذر للاستمرار في هذه اللجنه، راجل محترم لانه ارى المشهد خلاص. لانه مش ما ينفعش يعني. تخيل وزير مهما كان خلافي مع خالد عزيز هو وزير مصري، ما ينفعش له احترامه لو هو وصل في مرحله خلافيه يلجا لمين؟ طب انت باشمهندس خالد عزيز في خلاف مع اللجنه الاولمبيه، اللجنه الاولمبيه اللي تفصل في الموضوع هتلجا لهشام حطب زي هتلجا لنفسه، يدي حكم لنفسه زي ما اللي بيعملوه دلوقتي. طيب الماده الرهيبه بقى الجميله جدا اللي هي الرسوم القضائيه. انا بقول اللي حط القانون ده يعني مع احترامي يعني ما راجعش ان في نصوص مهمه جدا في الرسوم التحصيل القضائي في تسويه في اي حاجه، ده يعتبر بمثابه المال العام وده وزاره الماليه بالتنسيق مع وزاره العدل. النهارده في بعض المواد الماده 94 انا هكلمك معلش الاول في القانون وبعدين هغطي لك في الدستور. معلش انا اسف هزعجك شويه. لا اتفضل. يتولى اداره مركز التسويه مجلس اداره يشكل برئاسه رئيس اللجنه الاولمبيه. على فكره انا هقول حاجه واتمنى استاذي العظيم معالي المستشار الجليل عادل بيه عبد الحميد وزير العدل الاسبق لما قام بمناقشتي قلت له معاليك رئيسا للجان فض المنازعات بصفتك وزيرا للعدل. عشان يبقى قمه الشفافيه. صح. ما ينفعش انا رئيس لجنه ولما يبقى خصم وحكم. لانه الماده 23 بتقول ايه؟ لا يجوز لاعضاء الاتحادات ان تكون عضوا، ان تكون اعضاء في هذه اللجان فض المنازعات. طب الماده دي بتقول ممنوع، طب ما انت هشام حطب رئيس الاتحاد الفروسي. فانت خالفت النص القانوني، يعني حتى القانون اللي هم عاملينه هم خربوه. هو رئيس اتحاد ورئيس والماده 23 بتنفي، تقول له ممنوع. يبقى النهارده عندك مشكلتين، الوزير او الجهه الاداريه لو عندها مشكله لازم يلجا لمين؟ لفلان. الماده 23 بتقول ممنوع. هو حط نفسه كذا. اتفضل. في نقطه قول هكلمك بقى عشان رجل الشرع البسيط يبقى فاهمنا. ماشي معاك. في نقطة مهمة جدا بيجي يقول لك ايه؟ يا جماعة نمشي الدنيا وبعد كده نعدل الدنيا عمرها ما هتمشي. دول عملوا زي حد في الحزب الوطني عمل انتخابات 2000 وكذا وجاب كل أعضاء مجلس الشعب كلهم حزب وطني، الثورة قامت بعديها من 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 شروط قيام الثورة. لأنه اللي اتعمل وقتها إنه الحجر عن المواطن المصري. أنا برضو بقول الكلام ده، أنا غير مستفاد ومش هرشح نفسي وأنا قررت وأعلن. خلاص أنت قلت قولا واحدا معانا. بس أنا بقول حفاظا على بلدي. مش هتنزل أي انتخاب. حفاظا على بلدي. ده الأدهى من ده كله. بيقول لك في المادة 68 ويحدد مجلس إدارة المركز باعتماد من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية اللي نصه اتحول للتحقيق وضربوه وسقطوه وعملوا اللي عملوه.
المجلس كله دلوقتي ما فيهوش خمس ست انفار بعد ما كنا 12. هو اللي بيقول ايه بقى؟ المجلس ده هو اللي يحدد قوائم المحكمين والموافقين والوسطاء، ويتولى مراجعتها ويحدثها، وهو اللي يحدد اتعابها. شوف المصيبه اللي على مصر، مش دوره. شوف المصيبه، مش دوره ايه؟ لا. ويعتمد مجلس الاداره تشكيل هيئات التحكيم وتحديد رسوم الطلبات، ها، وطريقه الاستعانه بالخبراء. فين قانون رسوم القضايا يا عم شادي؟ مفيش. ده في قانون. انت لغيت قانون الرسوم. مفيش. ممكن انت لغيت قانون 7 سنه 2000. انت لغيت قوانين وفرضت قانون في عدم دستوريه. ماشي. وتناقض بعض النصوص. ما لا، يا ريت. ده انت طلعت قانون وانت بنفسك بتخالفه. طيب هنروح الاسئله دي اللي هقولها لحضرتك مهمه جدا. لا استاذنك، اتفضل اخلص لك الجزئيه دي ونريح. اتفضل. الماده 41 اللي هي بقى اللي بنتكلم فيها تنص على لا يجوز الجمع بين عضويه عضويه مجلس اداره الاتحاد وعضويه مجلس اداره مركز التسويه والتحكيم الرياضي المنصوص عليها في الماده 66. يبقى انت منين حاطط هنا الماده دي بتمنع نفسك وانت وليت نفسك في المادة 67؟ ادي مخالفة. خلاص. زي ما انا قلت لك، المادة 97 التقاضي حق مضمون. المادة 184 اللي هي السلطة القضائية مستقلة تتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها. عندنا محكمة الاسرة وعندنا محكمة الاقتصادية، كل الكلام ده كله. وتصدر احكامها وفقا للقانون ويبين القانون صلاحيتها، والتدخل في شؤون العدالة أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم. اللي انتوا بتعملوه ده في حق مصر جريمة لا تسقط بالتقادم، جريمة لا تسقط بالتقادم طبقا للدستور. في مادته 184. تعال بقى المادة 188 من دستور مصر. يختص القضاء بالفصل في كافة المنازعات والجرائم ما عدا ما اختص بها جهات وقضايا أخرى اللي هي مسميات زي المحكمة الاقتصادية والمحكمة كذا وكذا. المادة 190 اللي هي يختص بها كافة القطاعات الإدارية في الدولة، مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية. يعني ايه؟ الوزارة فيها مشكلة معك، أو الوزارة في مشكلة مع اللجنة الأولمبية. هو في القانون بتاعه، قانون جميل ده، هو بيقول إنه مع احترامي للي كتبوا القانون، بس ممكن وقعت منهم او سقطت منهم سوا، هو بيقول ان الوزير يلجا للمركز، لانه هو الوزير هو اللجنه الاولمبيه. وعشان كده مش هيبقى فيه الدنيا وقعت. يعني ايه الوزير هو اللجنه الاولمبيه؟ يعني النهارده لما النص ده مش ممكن يوافق عليه الوزير الا اذا كان هو بيتحكم في رئيس اللجنه الاولمبيه. لان انا النهارده هبقى انا عندي قضيه مع اتحاد، زي مثلا ما بيتصلوا ببعض الهيئات عشان يروحوا يصوتوا لفلان او يصوتوا لعلان. التصويت ده في اتجاه واحد رفع دعوه. النهارده المشكله كلها تروح فين؟ اللجنه الاولمبيه، زي مثلا اللي هو سامح مباشر شالوا 39 هيئه. الراجل اللي قدم ابنه شهيد للوطن، الله يرحمه، طارق سامح مباشر، ابني الغالي الله يرحمه، قدم شهيد للوطن، وابوه كان مساعد وزير الداخليه للامن المركزي، وكان يؤمن مصر. المنصب اللي بيقضي فيه بقيه عمره عايزين يذبحوا. اللواء سامح جميع رئيس الاتحاد الافريقي اللي طلع باصابه في حرب 73، الله يديله الصحه، قوات مسلحه، تم اقصاؤه وسقوطه عشان الاخ الشيف عريان ياخد المنصب منه، وده سقط والتاني تم استبعاده. الكلام اللي حضرتك بتقوله خطير. انا ده وقائع. وانا بقول كلام متحمل مسؤوليته. ده كلام وقائع. انت بتتكلم في ايه؟ ده العالم، ده الجرايد مصر كلها كتبت. قال له ده كلام وقائع. مع احترامي حازم حسني رفض مدحت مش عارف الاثنين سقطوا في الاتحاد الدولي للرمايه. تامر زين ما رضاش يرشح تامر العربي وهو عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي والمنصب راح. انا شالوني من نائب رئيس اتحاد اللجان الاولمبيه العربيه وهتاخدها دوله من الدول وليكن قطر. انا رئيس اتحاد الاتحادات العربيه اتشلت وهتاخدها برضو الدوحه. ده مخطط ضد دوله مش ضد خالد زين.
او ضد اي حد فقدان المناصب القاريه والاقليميه وكله من مصر. وانت فقدت معظم المناصب دي بالاضافه لنقل المقرات للدوحه. احنا بنساعدهم. لا ما انا كده هقف عند كده. انت كده بتساعدهم واحنا مش فاهمين. ما دي كارثه. تعقيب القانون من ماده 66 و84 تخالف نصوص الدستور بالفصل المنازعات. المهم تحديد الرسوم القضائيه زي ما انا قلت لسيادتك دي ليها قانون اسمه. تخيل مواطن مدني يحدد رسوم قضائيه لمال عام يخش خزينه مين؟ حتى غير منوه عنه. هل يخش خزينه الدوله ولا خزينه اللجنه الاولمبيه ولا خزينه اتحاد؟ ما الكلام ده يتعارض مع الدستور. ما هو ده اللي حضرتك بنقوله. دستور وقانون. فانت انا عندي يعني لا عندي حاجه نقاط مهمه جدا لازم حضرتك ترد عليها. تحت امر. انا هاخد من الماده 3. انا ماشي مع حضرتك وحافظ كل اللي قلته. تمام. حضرتك اتكلمت في ماده 3 والماده 4. انا هنا في الاسئله اللي جايه دي اسئله مهمه جدا بنخاطب بيها الشارع الاهلاوي وبنخاطب بيها الشارع بيها مصر. مصر بس يهمني اشوف احنا صح ولا غلط. تحت امرك. لان ابتدى يتقال عننا ان احنا ضد الدوله لا والكلام الكبير ده. لا بص دي دايما انا عايز اقول لك حاجه. اي مسؤول يخطا ويلاقي نفسه قاعد في خانه اليك لازم يحاول يوصل للقياده السياسيه ان الناس دي ضد الدوله. تاني جمله. اي مسؤول في الدوله للاسف يخطا لا يعترف بخطئه. كل همه انه يوصل للمسؤول السياسي ان هناك الناس دي ضد الدولة. وضد ايه بس؟ ضد طيب. ايه يا عم انت؟ في المادة 4 حضرتك قلت وانت بتشرحها للسادة المشاهدين وده كقناة نادي اهلي منوط بيها اللي احنا هنتكلم فيه عشان الموقف اللي حضرتك عارفه. انا سألتك من شوية مين اللي عمل اللائحة الاسترشادية؟ اكيد الوزارة. عارف ليه؟ لانه الاسلوب ده انا اعرفه كويس قوي. لان انا ما تنساش ان انا قعدت حوالي 13 سنة مستشار قانوني للوزارة الشباب والرياضة والمجلس الأعلى للشباب والرياضة. تنساش دي. طب وازاي يقبل رئيس اللجنة الأولمبية اللي حد يملى عليها؟ مين؟ رئيس اللجنة الأولمبية المحالي مش عايز أقول رئيس مغتصب رئيس اللجنة الأولمبية يوافق على أي حاجة للإبقاء على الكرسي. والله العظيم بقول لك يا هشام مبروك عليكم الكرسي بس يا ريت اشتغل بأسلوب جميل لصالح بلدك. وأنا ساعدك. أقسم بالله ساعده. والله لأن أنا قلتها له سنة 2013 اعمل حسابك يا هشام انا الدورة دي وانا ناوي اخد قرار وارتاح لان عايز اركز في بيتي في قضايا الدولة. طيب المادة 4 زي ما حضرتك بتقول اللي بيعمل اللائحة الاسترشادية المفروض اللي هي اللجنة الأولمبية. لا لا ما احنا خلاص احنا متفقين اساسا هقول لحضرتك حاجة. اتفضل. لا اللجنة الأولمبية من حقها تعمل لائحة استرشادية ولا الوزارة تعمل لائحة استرشادية. امال ايه الصح؟ ايه الصح؟ ان مجلس الشعب هو الاصل طبقا للماده 101 في دستور مصر هو المنوط به هو اللي يعمل اللائحه الاسترشاديه بعقد جمعيات عموميه عاديه وغير عاديه والرقابه الماليه وهذه الجمعيات تحت اشراف قضائي ويحط النظام الانتخابي مجلس الشعب. امال اللي احنا فيه ده؟ لا ده اللي فيه ده ما لبن سمك تمر هند. طيب ده السياسه القطريه التركيه فك مفاصل الدوله بابناء الدوله. وده اللي اتقال لي في روسيا واللي اتقال لي في المنطقه. هاجي لك في الكلام ده كله لان الارقام عندي بمستندات برضو عشان هناقشك في كل حاجه. اتفضل. انا هروح هخاطب زي ما قلت لك دلوقتي الشارع الاهلاوي. النهارده مجلس اداره النادي الاهلي قال انا عايز اعمل لائحتي الخاصه. ايوه. على فكره قالوا له لا لو كان الناس مقدره. انا على فكره قريت اللائحه بتاعت استاذنا رجاء بيعطية وراجل محترم واستاذنا في القانون كله لكن برضو استيعاب الموقف هم مش قادرين يفهموا ان هناك فصل. انت تعمل لائحه بتاعتك في النادي نظام مسابقاتك ان مجلس ادارتك عدده قد ايه بتاع لكن الدوله لها الاشراف. ليه؟ لان الدوله حينما تشرف على العمليه الانتخابيه هتشرف من خلال هيئات قضائيه. عمليه شفافه بحته. وده قمة الديمقراطية. لكن احنا خلطنا الامور. قلنا بقى التسيب. مش عايزين الدولة في كل حاجة. طب ده مش عايزين الدولة في كل حاجة اصرفوا بقى على نفسكم. انتوا عايزين فلوس من الدولة ليه؟ ما انتوا النهاردة خلاص ألا. يا راجل انت النهاردة للأسف الشديد انا والله زعلان على البلد اقسم بالله ورحمة امي. انا زعلان عليك يا مصر بعد الانجازات اللي عملناها وموثقة
مش هندعي انجازات. انجازات كلها موثقه في جرايد وتلفزيونات كله. اللي بيجري النهارده خطر يا جماعه، خطر اقسم بالله فوقه. اللي بيدور على كرسي، واللي بيدور على انه يحافظ يبقى وزير، واللي يحافظ يبقى رئيس لجنه، واللي بيحافظ يبقى رئيس اتحاد، واللي عايز يبقى رئيس نادي فوقه. البلد كده بتفك من تحت ايديكم. الصراعات اللي موجوده خد بالك، احنا داخلين على مرحله مهمه جدا، مرحله رئاسه الدوله والمصلحه العامه تجوب المصلحه الخامسه. انت عندك رئيس عمل انجازات للدوله، المشروعات العملاقه. انا معلش حد هيقول لك ده انا لا عايز حاجه من حد ولا القهوة، لكن انا بقول كلمه حق. يكفي ان الراجل ده حافظ على امن بيتي. فاحنا النهارده مرحله انتخابات رئاسه، المفروض الامور تهدى والامور تبقى كويسه. لكن الصراعات اللي احنا فيها والممتده اللي يعلم ربنا امتى تنتهي، ده الغلط. طب هسالها لك بشكل مختلف. اتفضل. اكيد عندك تفاصيل التفاصيل، انت عمر كبير وشرحت من شويه. عجوز عشان كده قررت الاعتزال. اللي بيحصل سؤال من شقين، الشق الاولاني اللي بيحصل ده تعنت مع النادي الاهلي، والقصه اللي عملها النادي الاهلي يوم ولا يومين ومكتوبه في القانون. يا عم شادي انت ليه حاطط التعنت مع النادي الاهلي بس؟ ده التعنت مع الاتحادات ومع النادي الاهلي ومع نادي الصيد ومع نادي المعادي في، بس ما هو ما حدش اخد موقف غير الاهلي. لا معلش، ما انتوا ما شاء الله يعني ناسكم كتير، انتوا جمهوركم كبير يعني مش قليل. ما هي هنتعامل بالمنطق الجماهير. لا ما هو بتعامل بالاصول واحترام القانون. يا 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 عم شادي، موقف الاهلي زي موقف المعادي زي الصيد زي انديه مصر يعني. على سبيل المثال هو خد قرار انه المعينين ال 106 نادي اللي معينهم الباشمهندس خالد انه ينتخبوا الاتحادات اللي الاتحادات تجيب اللجنه الاولمبيه. كل ده باطل. المنتخب يا صديقي العزيز، المعين لا يجوز بالادلاء بصوته المنتخب، لانه صوته موجه. صوت المعين موجه. يعني انت عينتني خلاص، انت عينتني وجيت قلت لي خد مثلا علي حسب الله، ما تاخدش حماده المصري. اقدر اقول لك لا، انت اللي معيني. حاضر يا فندم، اللي انت عايزه. ده النهارده الادهى من ده كله، اللجنه الاولمبيه الكلام الجميل بقى، عايز يجيب المندوبين ويجيب تليفوناتهم ومقاس بدالهم وبيعملوا ايه وبيعملوا عشان يتصلوا بيهم عشان يحركوا الكتله الانتخابيه. هي دي الديمقراطيه في مصر؟ لا 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 لا، عوضنا. طيب والله عايز اسالك، بس اللي انا عايز اقوله له نهايه، اقسم بالله له نهايه. ومش شرط خالد زينب، ممكن يعني انا عارف ممكن اموت بكره، الواحد تعباه، لكن انا بقول لهم يا جماعه فوقه. فوق المصلحه العامه تجوب المصلحه الخاصه. اللي انتم بتعملوه ده بهدله للبلد. يعني انت النهارده انت داخل على طوكيو، انا بقول لك عوضك على الله. انت عندك بعد كام شهر التاهيل للارجنتين للشباب، مفيش لجنه اتعملت، مفيش حاجه، مفيش مناقشه للامور. اتعمل للكرسي بس، ما اتعملش. ما اتعمل كل واحد بيحافظ على كرسيه. ابتداء من المسؤول الدوله لمسؤول القطاع الاهلي للاتحادات، كله بيدور احافظ على كرسيه ازاي. طيب انا عايز اشوف، هسال حضرتك انت خلاص انت عايز بتتكلم، اديني قول لي قضيه ماشيه ازاي. طيب وانا اقول لك شكايه. انت حضرتك اتكلمت على الانديه بشكل عام. طبعا. اللي مش عاجبك الفوضى اللي موجوده طبعًا. في كل الانديه وبسقط ده وبنجح ده على حسب الصوت عشان اجي في الاول وفي الاخر اكسب انا وصلت لي. تمام. انا بتكلم على موقف النادي الاهلي، موقفي انا النهارده حضرتك شايفه ازاي، واكيد انت ملم. اللي انا رحت عملت على يومين، الدستور اللي قدام حضرتك مكتوب اجتماع خاص، اجتماع خاص، ولا قال لي يوم ولا يومين. مالكش دعوه بقى من 160 يجوا 30 يجوا 20 يجوا 10 يجوا 1000. انا من حقي من وجهه نظري انا اعملها اسبوع. اللي انا بقوله ده صح ولا غلط؟ وموقف النادي الاهلي صح ولا؟ انا هقول لك حاجه، هقول لك حاجه. من حوالي 25 سنه دكتور عماره لا شك اللجنه، احنا كنا مستشارين صغيرين، انا ورضا بيه عبد المعطي برئاسه المستشار احمد صقر، كان في ذلك الوقت نائب رئيس مجلس الدوله. اللجنه دي كانت بتقود انتخابات انديه مصر كلها ورقابة قضائية، وكان أول من أدخل الرقابة القضائية تحت إشراف قضائي كان معالي الوزير أستاذي وحبيبي ربنا يديله العمر والصحة عبد المنعم عمر. خلاص. أنت لما بدأنا العملية الانتخابية أنت قلت حاجة مهمة جدا. يوم يومين ثلاثة
جينا في نادي الزمالك حصلت مشكلة. حصلت مشكلة. ايه المشكلة؟ المستشارين تعبوا، ونفس الموقف ده حصل في نادي الشمس ايام الملاح وهاني رضوان الله يرحمه حبيبي، وحصل مشكلة كبيرة جدا. المستشارين جم على الساعة 3 الفجر وقال لك احنا مش هنقدر، فصدر قرار من معالي المستشار الجليل استاذنا احمد بيصقر نائب رئيس المجلس الدولي في ذلك الوقت، الكلام ده من 25 سنة، صدر قرار بغلق كافة الصناديق وتحرسها والبدء اليوم الثاني في عملية الفرز. ده انت بتقول لي من 25 سنة حصل الكلام، اجي في 2017 حصل في نادي الزمالك وحصل في نادي الشمس هذا الموقف. الكلام ده في اوائل التسعينات، وعلى فكرة شاهد العصر عايشين حتى اليوم بما فيهم استاذنا احمد بيصقر او واخويا الاستاذ الفقيه رضا بيه عبد المعطي. حتى يعني رضا عبد المعطي عرف من موضوع رياده والرياضه وقال بعت طيب. وفي هيئه المال دلوقتي. طب اللي انا عايز اقوله، اللي من قبل الاهلي اول ما قال جمعه وساب دي لائحتي الخاصه، وبعد انت ما عندكش نص مانع اللي انت عملته صح، مش عايز اجيب لك من الاخر، معلش اللي انت عملته صح. لا انا سؤال بس دي مهمه جدا بالنسبه لي، بقول لك انا النادي الاهلي عمله صح، والنادي الاهلي خليني اشرح الموقف، كان استشار فقهاء قانونيين في ايه الدنيا، الكل قال موقفك سليم 100%. تمام. ليه من اول ما النادي الاهلي راح الناس راحت ابتدت تتحرك من قبلها في الاعلام، ضغط اعلامي باطل 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 باطل، وما بعتش فاكس رسمي للنادي الاهلي. لا ما هي دي سياسه هشام. والله انا عايز اقول لك حاجه، انا بتكلم بجد. يعني شوف ما اللي عمله هشام حطب انا بحبه. انا بتكلم بجد يعني. هو شخصيه جميله. يعني ايه سياسه هشام حطب؟ هشام مشكله هشام يا عيني انه حاسس انه في مؤامرات في كذا في كذا، لكن هو كجواه كبني ادم لا هو فل. شخصيه ابن ناس، ما يعني انا ما اقولش انه ممكن يبقى اي واحد فينا عنده اخطاء. لكن انا اللي بلومه على هشام، ما تمشيش انت بقيت رئيس لجنه اولمبيه يا هشام وحافظ على كرسيك، ولو انت عدلت الدفه انا اكتر واحد هبقى مؤيد ليك. انا بتكلم بجد. يعني شوف لدرجه ايه، يعني ده انا اللي اخترتك نائب رغم اخطاء كتير ليك ورغم اللي عملته معايا، لكن انا مؤمن بحاجه، ربنا موجود فوق الكل، وانا بقول لك يا هشام انا مفوض امري لله. انا مش قادر ان انا، لا ده انا قادر وقادر وقادر، وحتى تاريخه قدام، واللي انت بتعمله كله انا قاري وفاهمه، لكن انت ليه كده؟ يعني انا بقول لك ليه انت كده. يعني هو كبني ادم من اسره متربي متعلق، يعني على على يعني على المستوى الشخصي لا لذيذ جدا، تقعد معه جميل وكل حاجه. انا ما اعرفش ايه اللي جرره، انا ما اعرفش ايه اللي جرره. طبعا المؤامره الكبيره، وانا بقول لك يا هشام انت بتنفذ سياسات انت، انا عارف انت مش ايدك فيها، لكن انت غصب عنك الحفاظ على كرسيك. لكن السياسات ديت ابعد، فكر بعقل واقعد مع المهندس خالد ابو عزيز. وانا كنت من اكتر مؤيدي خالد ابو عزيز، هو يعلم هذا الكلام. وكنت من اكتر الناس، والمعالي المستشار علي بيعوض يشهد على الكلام ده، ايام فخامه سيد الرئيس عدلي بيه منصور، واتكلمت قلت خالد محترم وكويس، لكن هو خد اتجاه مش حلو. وفاكر خالد زين، انا بقول لك حاجه يا باشمهندس، اتفضل. لا مش حضرتك، باشمهندس خالد. اوعى تفتكر خالد زين بطل، يعني في ماتش اتغلبت فيه، الماتش الثاني ربنا يكرمني وافرق بثلاث اربع طول ميه، يفهمها القديف. القديف راجل، القديف يشتغل بقلب، وشغلنا من الساعه 5 الفجر، يعني ناس ملتزمه. اوعى تفتكر اللي بتعمله ده يعني انه لا، ليه يا حبيبي نهايه؟ لا انا 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 الله انت يعني في قلبك وجع، لا وجع جامد. لانه انا مش اتخنت، ده انا الناس دي كلها انا اللي يعني ربنا اللي يعلم انا عملت معاه ايه، انا وهم عارفين. لكن انا هقول لك حاجه، يعني انا من ضمن الشخصيات، كان بيكلمني دكتور علاء مشرف النهارده الصبح. علاء مشرف انا قبل ما يجي يخش اتحاد التنس او يجي اللجنه الاولمبيه، انا قعدت كلمته ثلاث ساعات
والله بكلم جد 3 ساعات و50 دقيقة عشان اتحايل عليه عشان ينزل. علاء شخصية منظمة، فكره عالي قوي، سيبك بقى من العمل معايا لانه اخويا الصغير لازم اسامحه، فكره عالي قوي، محترم، دكتور شاطر، انا بحبه. يعني انا اتخنت من اعز الناس ليا، يعني وجعني يمكن اكتر واحد وجعني جاسر الرياض، وجعني. انا كنت كويس قوي وفي ايه كل ده عشان مصلحتك يا جاسر، عشان تاخد سفريه او تخش، انا اللي دخلتك حوض النيل، انا خايف لعوق من اول في اول ترعه. يعني فوقه بقى يا جماعه، فوقه كل واحد بيدور هاخد ايه. يا حبيبي ده ربنا سبحان الله النفس بيطلع في ثانيه، محدش قاعد يقيم هذا الكلام. دكتور محمود شكري كان معانا، ما فيش 3 ايام الله يرحمه كلنا يعني، وراجل فاضل وراجل محترم. يعني انا بقول لك ليه احنا مع بعض كده، ليه ما نقعدش مع بعض ونتفق يا سي. انا شخصيا خلاص، انا شخصيا انت قلت مش نازل، وانا حاسس احنا ما بنعرفش، ما عندناش ثقافه الحوار. لا لا لا، احنا بنفرض عضلاتنا على بعض، دي المشكله. هو اصل انا عايز اقول لك حاجه، يعني انا طول عمري الله يرحمه انور السادات او سياده الرئيس مبارك يديله الصحه او فخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، انا طول عمري يعني قريب من الناس، قريب من، وانا قعدت مستشار قانوني لعده وزراء واكبر وزراء مصر الله يرحمه ماهر اباظه مثلا. يعني انت في ناس كبار انت كنت قانوني ليهم وادفايزر. فانا النهارده ويكفي انه الله يرحمه مصطفى بن خليل اختارني وانا عيل ان انا اكون سكرتير عام لنادي في مجلس اداره كله وزراء، فاهمني؟ فانا اتعلمت انه مفيش عمر ان دامت ليك مش هتوصل لي. كلمه ان انا افضل طول عمري وزير مش هيحصل. كلمه ان انا هفضل طول عمري رئيس لجنه اولمبيه او رئيس اتحاد، لا، هيجي اليوم انك انت تسلم الرايه لغيرك، بس تسلمها في واحد عجوز قالها لي، رئيس اتحاد حبيب الكل ربنا يديله الصحه، وكان رئيس اتحاد كره قدم ومن انظف وانزه رؤساء اتحاد كره القدم، يديله الحق، يديله الصحه والعمر. الراجل لما بيكبر في السن يخليله في كل بيت لقمه. معناها ايه؟ انك ما تزعلش حد. وما تزعلش حد مش معنى كده انك متسيب، لا، في الحق. طيب هنتقل عشان نفصل من الحوار شويه. تحت امرك. حضرتك قلت جمله مهمه جدا بالنسبه لي. انتوا عندكم حق واجراءاتكم صح. عندنا حق واجراءاتنا سليمه، رغم طبقا للقانون، رغم ان انا معترض على الليله كلها، المنظومه كلها ليه؟ لانه الجمعيه عدم دستوريه من القانون، لانه الجمعيه الاولمبيه زي ما قلت مجلس الشعب هو المنوط به ان يحط اللائحه، والنادي حط لائحتك على الطريق، انتخاباتك بقى عددها قد ايه، اللجان الفنيه بتاعتك، اللائحه الماليه الداخليه، ده شغلك كأي. اخر سؤال في المنطقه دي، يوم، يومين، اسبوع، ثلاثة، محدش ليه دعوه ولا مفيش نص مانع. احنا بنتكلم قانون، يعني لو انت حضرتك دلوقتي ولا حجاملك، انت بحكم المحكمه. لا، انا عارف ان انت بحكم المحكمه رئيس اللجنه الاولمبيه. مفيش، انا ما زلت، لا انا يا عم، لا البركه انا هرجع بس بركه فيش. حضرتك قاعد على الكرسي اللجنه الاولمبيه، ما كانش ده حصل، واللي النادي الاهلي بيعمل كده كنت هتبعت له تقول له، لا انا بتكلم على حاله الاهلي، كنت هتقول له باطل؟ لا مش باطل. ايه سندي؟ كنت هتقول للاهلي ايه؟ هتقول له اعتمدت جماعتك؟ ولا بص، ايه سندي؟ ما انا لو انا ما زلت رئيس لجنه اولمبيه ما كانش الكلام ده حصل لسببين، لانه لازم الدوله ترجع اليد العليا للاشراف على الهيئات كلها. انت كنادي من حقك تحط لائحتك الفنيه والماليه و وانا من حقي ان انا اشرف عليك كدوله. مين اللي عمل اللائحه الاسترشاديه؟ الوزاره. طيب الوزاره اول في يوم من الايام كده، عشان الضمير صاحي الحمد لله رب العالمين. شخصية جميلة أوي. أنا بحترم صراحة حضرتك جدا. والله أنا ما كنت عايز أنزل، نزلوني معاك بالعافية. بس أنت جميل، قول يا سيدي. أشكر. صوت الحق دايما هو اللي هيعلو، أنا على يقين بكده طول الوقت طول ما بشتغل الشغلانة دي. طبعا. حضرتك بتقول نحترم القانون. طبعا. وإحنا دولة قانون. المفروض. طب ما أنت معاك حكم المحكمة، تعالى نشوفه مع بعض. آدي حكم المحكمة أمام حضراتكم. اللي المستشار خالد زين معاه حكم اهو، الراجل كسب القضيه اللي هو رئيس الاتحاد او رئيس اللجنه الاولمبيه. حضرتك بتضحك ليه؟
لا انا تنازلت لشاهين. مجبر؟ لا لا ما فيش حاجه تجبرني ابدا. اوعى. مش خالد زين. لا لا لا. شوف انا عايز اقول لك حاجه. تنازلت ليه؟ لا مش انا تنازلتش ولا حاجه. اتضغط عليك؟ لا واكتر. لا ما فيش حد خالد زين ما يضغطش عليه الا ربه. بس. انتهى. بس عشان نبقى عارفين انا واضح. انا اللي حصل انه المؤامره. ما انا مش عايز اقول مؤامره لان فيهم ناس حبايبي. وانا والله انا بحبهم كلهم. يعني انا لغايه دلوقتي انا ما فيش في قلبي كره لحد فيهم. وبتمنى لهم ان ربنا يوفقهم صح. ولو هم محتاجوني واقول لهم هشام انا هسنده. بس في الحق. لكن اللي بيحصل ده غلط. ما تسلمش دقنك للي جاي من بره. اللي بينفذ سياسه ضرب في مفاصل مصر. ما ينفعش. ودليل كلام حضرتك اللي اتشن من مناصب مهمه. انت اتشنت والاتحادات الاقليميه كلها طلعت للدوحه. ده موثق هذا الكلام. سياده المستشار كنا بندور على كلمه الحق. طبعا. ومعنا فريق عمل محترم ابتدينا ندور ونشوف. ما انت عمال تجيب بنتكلم حاجات. الكابتن حماده. ماله حماده؟ المصري. ليه؟ كان الـ 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 الشراره الاولى. بعدها الناس كلها ابتدت تتكلم كله ما خافش. تعال نشوف الكابتن حماده. لا حماده حقاني انا. تعال نشوف الكابتن حماده قال ايه وحضرتك تعلق عليه. اتفضل. ما قعدناش مع بعضينا عشان نشوف ملف النادي الاهلي. في فرق النهارده اللي قرار طلع من خلال اللجنه زي اي زي نادي. خد بالك عشان بامانه ما نظلمش المهندس هشام حطب اللي عمل اللائحه. مين اللي عمل اللائحه؟ الوزاره اللي عمل اللائحه. الوزاره. احنا ما عملناش حاجه. احنا ما عملناش حاجه. الوزاره اللي عملت اللائحه دي احنا بصمنا عليها في ساعه كان قبل الفطار. انا بقول لك اهو بالظبط كده. حتى حاولنا نتناقش مفيش وقت. مفيش وقت. خد بالك مفيش وقت. الوزاره بص عشان ما نظلمش المهندس هشام حطب واللجنه المنبيه يا جماعه. احنا يا جماعه في حاجات غصب عننا عملناها عشان خاطر الظروف وتنسيقا ما بين الوزاره والمهندس هشام حطب. احنا عملنا مشكله ليه؟ احنا يعني انا بسال سؤال. النادي الاهلي النهارده ما عمل 160,000 عمل على يومين. ايه المشكله؟ هو النهارده ايه اللي يمنعه؟ هل القانون يمنع؟ لا خلاص هاديك انت قلت. انا عندي ماده في اللائحه او ماده في القانون تمنع اي انتخابات على يومين. عندك لو عندك يبقى انت تعديت القانون يبقى انت غلط. لو ما عندكش يبقى انت حر. انت بتعظم دور جماعه عموميه. والكلمه كلمه جماعه عموميه هي صاحبه الكلمه. الله مش احنا مش احنا عملنا لجنه ثلاثيه عشان تدير الرياضه في مصر في ظل غياب القانون. طب احنا النهارده ما فيش لجنه ثلاثيه عندنا قانون. وبنشكر الدكتور حسن مصطفى على الفتره اللي كان موجود فيها. وبنشكر المهندس هشام حطب والمهندس خالد عبد العزيز كلهم ناس محترمين واداروا الفتره بحنكه وحاجه جميله جدا. عندنا قانون. طب ما نطبقه. وفي حاجات ما ينفعش تقالها ما ينفعش تقولها ما ينفعش تعداها. لكن في الاول وفي الاخر هل النادي الاهلي يا جماعه النهارده واللجنه الاولمبيه الصراع ده جاب حاجه؟ يعني ايه الصراع ده؟ يعني انا كل التلفزيونات داخله اهلي ولجنه اولمبيه على ايه؟ على ايه؟ على يومين؟ على ايه القصه؟ هل الاهلي النهارده اخترق القانون؟ اخترق اللوائح؟ ما احنا عايزين نعرف. بس لو في كده قول لي يطلع لجنه اولمبيه وانا عضو فيها بيان عشان انا ابقى ساند. الاهلي اخترق القانون بماده رقم كذا او البند رقم كذا في كذا كذا كذا. فبالتالي انا اقول الاهلي انت غلطان. لكن النهارده الاهلي عمل ايه؟ الاهلي بيعظم دور جماعه عموميه. الله انا عاوز النهارده 160,000 يكونوا موجودين يا شادي عشان يدلوا بصوتهم في الجمعيه. عايزين نحب بعضنا يا شادي. عندنا مشكله خطيره جدا. انت هتعرف لو في لقاء حصل لقاء بموده وحب للبلد وحب للكاس ما بين اللجنه وبين الاهلي خلصت القصه. خلصت. انا بقول لك في عناد من اللجنه الاولمبيه وفي تكبر من النادي الاهلي. على ايه؟ يا جماعه احنا عاوزين نتحمل مسؤوليه. لو انا اخدت النهارده قرار مع بعضينا احنا كلنا موافقين على القرار ده. لكن في قرار بتاخد انت مش موجود فبالتالي انت ما تعرفش عنه حاجه. كابتن حماده حضرتك بتقول نحب بعض. هو انت مش شايف الحلقه ولا ايه؟ نحب بعض فين؟ احنا بنستقوى واللي يفرد دراعاته البقاء للاقوى. دي واحد. اثنين كابتن حماده انت بتقول كلمه الحق ليه؟ يا كابتن حماده هو انت نازل عضو مجلس اداره في النادي الاهلي نازل انتخابات؟ يا كابتن حماده هو انت متخانق مع زمايلك عشان كده بتقول الكلام ده؟ بالمناسبه الكلام ده كان قبل مباراه الترجي وكان مده الكلام ده ربع ساعه فقط. قال انا مش هنصر غير الحق.
انا ما عنديش اي مشاكل ولا داخل انتخابات في الاتحاد ولا الكلام ده، لكن ده هطلع عند ربنا هتحاسب، فمش هقول غير كلمه الحق، مش عشان انا قاعد في قناه النادي الاهلي، انا متذكر كلامه كويس جدا. فبالتالي بنهاجمه ونموته عشان قال اللي عمله الاهلي صح. ايه رايك يا ست المستشار؟ حماده المصري اتوقف من غير اجتماع. لا بص بص، انا عايز اقول لك حاجه، انا بشوف اللي كل اللي بيجرى، احنا بنرجع نقول في الاصل انه الدنيا متسيبه. يعني انت لما اجي انا في الماده الثالثه بتقول تتولى، ده اللي هم اللي بيقولوه اللي انا برضو مش مقتنع بيه، تتولى الجمعيه الاولمبيه للجنه الاولمبيه المصريه واحد، اللجنه البرلمانيه المصريه اثنين، والانديه الرياضيه ثلاثه، والاتحادات الرياضيه اربعه. ده حتى في الكتابه كاتبين غلط، لان المفروض الاتحادات تيجي قبل الانديه. بدم هو ذكر اولمبي اولمبي اتحادات كذا، اللي كاتب القانون نفسه كان حتى عايز اعاده صياغه. ما علينا، تتولى كذا تحط انظمتها الاساسيه بما يتوافق الميثاق الاولمبي. طب متشكرين قوي. هو الميثاق الاولمبي فيه اساسا اللي اللجنه الاولمبيه تعمل لائحه استرشاديه؟ لا 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 ممنوع. والدليل على كده الجواب اللي في ايدي من رئيس الاسويف، رئيس اتحاد الاتحادات الاولمبيه، بيقول اللي هو رئيس الاتحاد الدولي للملاكمه، اللجنه الاولمبيه ليس لها لا من قريب ولا من بعيد التداخل في وضع اي انظمه اساسيه للاتحاد. السؤال الثاني، انا قاعد قدام مستشار، وطبيعي مستشار كبير مش مستشار يا سيدي بهدلونا. هو ينفع انا الماده تقريبا 92 تقريبا مش متذكر الماده، هو ينفع رئيس الاتحاد ياخد قرار، اللجنه الاولمبيه ياخد قرار من غير ما يرجع للناس؟ لا لا، هو شوف، هو اللجنه الاولمبيه بتدار باسلوب غريب شويه، هو اسلوب غير احترافي. خد بالك انا برضو انا اشتغلت مع قمم، ان كان اللي هو منير ثابت او اللي هو محمود احمد علي، دول قمم. يعني محمود احمد علي يعني مش كان يحافظ الاثنين، وانا اتعلمت منهم الحكايه دي. يعني جنيه ما يطلعش الا عارفين رايح فين، ومحدش يسافر كده فسحه. يعني ان كان ده ولا ده يقول لك اللجنه الاولمبيه ما هاش محولجيه مش بوسطه، احنا جيب اللجنه وهيعملوا ايه والنتائج والفلوس اللي هتتاخد ايه. لا كانوا، وانا الثالث بتاعهم، اشتغلت تحت ايد ده وتحت ايد ده، والاثنين قمم في الاداره، ان كان اللي هو منير ثابت او اللي هو محمود احمد علي، قمم قمم في الاداره. وحتى يا اخي انا برضو انا اشتغلت في وسط ناس انا كنت عايل في وسطيهم، بس قمم، سليمان حجر اللي هو احمد همام، سياده المستشار محمد دكروري، منير ثابت، محمود احمد اللي هو محمود احمد علي، كان في قمم محترمه. كان رئيس اللجنه، كان رئيس خليفة. رئيس اللجنه اما بيجي ياخد قرار ما يقدرش، ما ينفع ياخد قرار من غير ما رجع يا حبيبي. احنا من ساعه ما دخلنا والله قالها لي عبد الفتاح رجب وانا ما صدقتوش. اول كلمه قالها لي، قال لي انت مش خدت الشام؟ قلت له اه. قال لي اول حاجه اعملها هيضرب زنب فيك وفي وسط الاعضاء. فضحكت قلت له يا اخي لا لا لا. قال لي اول تاني حاجه اعملها طول ما هو قاعد القرار تقولوه هيمسك التليفون ويبلغ الصحفيين بيه. قلت له ده حاله عدم استقرار. قال لي هو كده لغايه ما هيطفشك وتيجي تقعد جنبي. انا ضحكت قلت له طب وليه؟ طب انا اقعد جنبك على طول يا فتى وخلاص ونضحك. يعني انت فاهم؟ لا انا مش تطفيش، هو مش تطفيش، هو مؤامره. لان انا اذا كنت انا بقول لك انا نهايه الدوره دي انا همشي، طب انت تعب على نفسك ليه وعايز تمشيني بدري ليه؟ عشان ترضي الوزير وترضي حسن مصطفى؟ اديك رضيتهم يا سيدي. خد بالك هيجي عليك يوم برضه والله. يعني انا وصلني معلومه، عايزين نرشح واحد تاني. مين؟ لا مش هقول اسماء لانهم كلهم افاضل. خلاص اقول؟ لا ما اعرفش حاجه بقى، مش مشكلتي. لما اتعرض عليا اللي بيقول لي، قلت له لا انا هقف مع هشام. يعني لما اتعرض هنقول فلان وفلان، قلت له لا انا يعني سيبك هو بقى عمل ايه، ربنا اللي يحاسبه. لكن انا اكلت مع عيش وملح، وجيت له يعني يعتبر كوين برانش بيته، وراجل عزاني يعني لا قناة طيبه. اذا كان دماغه بقى ركب دماغه شويه عفاريت دي حاجه ترجع له. خلاص، لكن انا على المستوى الشخصي انا بعتز بيه. لما سالني هذا الشخص، وده بقى اللي زعله مني الشخص ده، قال لي انا ما شفتش راجل كده، يعني عملوا فيك ده كله وتقول كذا. قلت له بص، ايا كان في الحته دي، هو لو شغل اللجان زي ما انا قلت، زي ما انا كنت عامل، وابتدى يسترشد، انا اعتبر اخوك كبير، انا اكبر من هشام في سنا وخبرة وكله،
لو مشي بالنظام الحلو ده والله لا ينجح ويبيد فل 10. لكن المشكله المؤامرات، وان انا اشوف الوزير عايز ايه، عايز ارض الوزير وعايز ارض الغفير وعايز ارض، مش هتنفع ترضي الناس كلها. لازم الدنيا هتتقلب عليك، وده اللي انا بقوله. خلى المنصب رئيس اللجنه الاولمبيه فقد اسمه الكبير، فقد هيبته يا راجل. انا في يوم كابتن محمود بيفكرني بكابتن صالح سليم الله يرحمه، الله يرحمه، ويدي العمر لكابتن محمود. كابتن محمود فيه كتير قوي من كابتن صالح. كنا في عزومه في السفاره، مش هنقول اسم السفاره عشان محدش يزعل. فرحت انا رايح كامين عام، وكابتن محمود كان نائب رئيس اللجنه الاولمبيه في الوقت بيمثل اللي هو امير ثابت، ودخلنا والسفره قاعدين وبتاع. اللي عازمنا اللي هو محمود احمد عادل، اللي هو محمود احمد، خلي بالك ده الصديق الصدوق للكابتن صالح الله يرحمه، وعنده ذكريات، هو نفس السيستم بالك. والحمد لله الواحد بيتجه اتجاههم الى حد كبير، فبيحفظ كرامته وان هو بيعلو عن المهاترات دي. فدخلنا، فانا قاعد، فقلت له ايه مستشار خالد، احنا قاعدين، فالراجل ده جه متاخر 10 دقائق، احنا جينا قبل ميعادنا ب 10 دقائق، فاحنا قاعدين بقى لنا ثلث ساعه. الراجل السفير ده دخل، لقيت محمود احمد علي قام سلم، قال لي قوم. قلت له فيه، قال لي قوم، انا يعني سيبك ان اختلق، انا بعشقه يعني، ربنا يديله العمر والصحه. فقام كابتن محمود احمد علي سلم على السفير ده ومشي. لا ده محمود احمد علي يمشي ازاي؟ لازم يديهم له. قال له احنا منتظرينك، بان احنا جينا قبل الميعاد ب 10 دقائق وكده، واحنا من السلام عليكم في شخصيه، رأي شخصيه. لا هنا دي انت بتحترمنيش، انت رمز الدولة، وده المناصب اللي انا الواحد مسكها دي كلها. تعال انت ما تعرفش خالد هنا، اطلع شوفني بره، شوف يوم اسقاطي قناة الجزيرة والقنوات التابعة ليها، اول من بلغ تميم كان حسن مصطفى. ده على فكرة ده مش اقواه، ده مسجلة في مسجلة، واعمل يوتيوب وجيبها. أول من بلغ طلع عمل مؤتمر صحفي على باب اللجنة الأولمبية، تم إسقاط خالد زين. مين اللي موجود؟ الجزيرة وزمايل. ليه؟ قال لما عشان أنا أول من بعت جوابات ضد تميم في التجنيس. ما الكلام، أصل الحوار كبير قوي وأنا مش عايز أتطرق له، لأنه خلاص أنا بقى يعني أنا فكرتوني بحاجات أنا. عشان كده أنت زعلان أساسا بقى، نقول من اللجنة الثلاثية اللي اتعملت. لا لجنة ثلاثية دي، لجنة اللجنة المهلبية دي. اللجنه المهلبيه يا حبيبي انت بتتكلم في ايه؟ يا سيدي لما جم يحلوا، امال ايه فزاعه اللي عشنا فيها خمس ست سنين الاخيره؟ اللجنه الاولمبيه الدوليه هنوقف النشاط واللي عايشين فيه. لا اوانطه انا عملتها ايام الاخوان، بس عشان اريحك تاني والنبي عايز اسمع ده. دي اوانطه انا بدعتها ايام الاخوان، اللجنه للتهديد بالاستقواء ان احنا هنعمل ونساوي بتاع كله، اوانطه في اوانطه. لكن ما فيش حد يقدر يقف مصر. ليه؟ لانه انا هقول لك حاجه، امير الكويت والله العظيم من قبل ما تقول لي انا عايز اوقف حضرتك، قول لي ليه؟ ليه؟ انا احييك بمعلوماتي اللي عندي، احييك اللي انت كان ممكن توقف النشاط بقى بالفعل وتضرب كرسي في كلوب وما عملتش. لا بيه. مش خالد زين. لا دي بلدي، خد بالك. وهقول لك حاجه، امير الكويت اصلا ما فيش حاجه اسمها توقف. اقول لك ليه؟ ده فيلم. اقول لك بقى، عشان الراجل كنت في المكتب التنفيذي للتضامن الاولمبي اللي بيصرف على العالم كله، وانا كنت امين عام للقاره الافريقيه للشباب والرياضه. الفيلم كبير قوي. اللجنه الاولمبيه الدوليه ليها كرسي دائم في اليونايتد نيشن، الامم المتحده. تمام، مظبوط مظبوط، حلو. كوبمان امين عام الامم المتحده السابق بقى ايه دلوقتي؟ رئيس لجنه القيام في الامم المتحده في الاي او سي. العمليه سياسيه بحته، وهنا مش قادرين يستوعبوا المشهد. وقطر بتنفذ سياسات بفلوسها، وهي نفسها تبقى فوق. فاجيب مقرات الاتحادات، يعني تضحك على حاجه، الله يمسيك بالخير يا دكتور عماره، كان بيدي لكل اتحاد عربي 10,000 جنيه في السنه، يعني لا مؤاخذه ما يجيبوش مثلا 1000 دولار وكانوا او 1500، وكانوا بيدوا للاتحاد الافريقي عشان 54 دولة افريقيا وقتها، كانوا 53 دولة قبل ما السودان تنقسم، بيديهم 30,000. خلاص الحمد لله المسؤول الدولة الباشمهندس خالد النهارده ما فيش دعم للاتحادات دي خالص. فنديها فلوس ليه؟ طيب في المقابل ايه بقى؟
بيدفع بالمليون نص درهم لنقل اي مقر عربي يجي هناك عنده. الكويت الكلام ده لازم يتقال لناس في مؤسسات الدوله كبيره. الكويت يعني اللي بتقوله ده كلام خطر جدا. طب اريحك بس. الكويت امير الكويت راجل قوي جدا رغم انه امريكا. لكن ارى المشهد. لما تم ايقاف الكويت ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ قال لك ما فيش مشكله. يلعبوا تحت العلم الاولمبي. اصل ما فيش حاجه اسمها البلد مش هتشارك. الرياضي ما ده اللي انا بقوله يعني للشام او للوزير. انت النهارده بتحارب مش بتحارب خالد زين او سامح مباشر او حماده المصري او علي حسب الله او حافظ الغندور ولا وليد عطا ولا فلان، انت ما بتحاربش دول، انت بتحارب ولادك شبابك اللي هم عندهم ارقام وناس ممكن تعمل ترفع علم بلدها. يعني انا كرئيس لجنه اولمبيه مش هرفع علم بلدي، او انا وزير اللي هيرفعه ابني شباب. انا فاكر لك حوار اللي قلته في الاعلام وقتها، قلت هجيب، اتسالت في احد البرامج هجيب كام ميداليه، قلت هجيب من 2 لـ3 ده قبل بعد الخناقه، وده اللي حصل، جبت 2 أو 3. وانا فاكر لان لا يابا اسلام الشاطر ده مسجل. انا في الاول لما كانت اللجان شغاله وكان الفريق الاولمبي بتاع كره القدم وكان حماده المصري بيتولى مناقشه الامور الفنيه وكان بتتعرض علي اول باول، وكان عندنا لجان متابعه ولجان فنيه وشغل. لما انا سبت وتركت اللجنه الاولمبيه السنتين دول الدنيا وقعت والفريق الاولمبي طلع وطار 23 مليون جنيه اترموا على الارض. وبعدين انا كنا كاتبين بالاحصائيه من اساتذه كليات التربيه في لجنه التخطيط ان احنا نوصل من 8 لـ12 ميداليه اولمبيه. يوم تسجيلي قبل الاوبن سيرموني قبليها بثلاث ايام ليله سفري لريو دي جانيرو انا قلتها مصر لن تحصل الا من 2 لـ3. ده حصل وده مسجل. ده حصل. انا متذكر وعندي تسجيل مع الاخ الاذاعي الاعلامي الفقيه اسامه كمال. هبديك تاريخه وابقوا اسمعوه. كل كلمه قلتها مع الاذاعي الاعلامي المتميز راجل انا بحبه جدا اسامه كمال، راجل شخصيه عظيمه ومستقبله جميل، وهو طبعا اكبر سنا بس انت هتبقى جميل برضه يا شادي. اشكرك. مش هجاملك. اسال اسمع جيب هذا التسجيل وشوفوه. شوف انا قلت ايه. مفيش كلمه قلتها ما حصلتش. طيب خلي بالك العمل العام اما بيبقى فيه اخلاص وبتشتغل بكل قوه وبتشتغل لمصلحه بلدك راضي ضمير بتلاقي ربنا وضميري في طيب. كل حاجه الحمد لله. انا هقف عند نقاط عشان برضو هعرض لحضرتك فيديو اخر. حضرتك قلت ما فيش حاجه اسمها رئيس اللجنه الاولمبيه ياخد قرار من نفسه، لازم يرجع للناس، لازم يرجع للبورد، وقفوا كابتن حماده عن طريق وسائل الاعلام، ونفس الفكره اللي انت قلت انا حافظها من غير ما قال لك ما طلعناش ورق رسمي، وبعد كده كابتن الوزير قال لك لا اقبل الرد، بقى قال لك لا اقبل بوقف الكابتن حماده. الله لا ما ده معلش يعني في مثل بيتقال ايه في الوش مرايه وفي القفص اللي جاي يحضنك ورقعك بسكينه في ظهرك. احنا ده السياسه. طيب يبقى حضرتك كمان من ضمن الحاجات اللي قلتها موقف الاهلي سليم 100% يعملها سليم. يوم يعملها يومين يا حبيبي كل انديه مصر وكل من اعترض على هذه اللائحه الاسترشاديه عندي جواب موثق من الاسويف بتوقيع فو يا ابو عزيز يا غنيم وانت تعلم وهشام حطب يعلم عدم تدخل اللجنه الاولمبيه في وضع اي لوائح او المشاركه في كل ما اللجنه الاولمبيه اختصاصها معروف تنظيم الدورات المجمعه بس طبعا تنظيم الدورات المجمعه مسؤول عن الاتحادات والمؤتمرات الانديه ولا الاتحادات لا بس لا ما بص النادي يعني انا معلش يعني النادي زي معلش انا برضو هتكلم على برضو نادي زمالك عشان ناديه برضو نادي زمالك ونادي الاهلي من الانديه الكبيره اللي بتطلع تفريخ للمنتخبات القوميه والنادي الاهلي في الرياضات المجمعه متميز الى حد كبير، فانت القلعه دي ما تهزهاش اداريا وده اللي انا بقوله. يعني ممكن يبقى عندك خطا انا اغمض عيني سنه عشان تمشي عشان احافظ على خلل اداري عشان احافظ على المؤسسه واحافظ على الانجاز لان الانجاز ده انجاز دولي الانجاز ده ما احنا بنقول ان الرياضه ده معلش اصل انت بتقول حاجات لازم اوقفك اللي انت اول اللي انت حضرتك بتقول لي قول ما ده رجل السياسه الفاهم معلش الامور ما في رجل سياسه وفي رجل بيخلص بيصفي حسابات ما احنا بدانا في المشاكل اما لما جبنا الرياضي لما كان جبنا الدكتور عبد الاحد جمال الدين كانت الاداره متميزه لما جبنا عبد المنعم عماره متميزه دكتور علي الدين هلال
وكان عميد كلية السياسة والاقتصاد متميزة، لما جبنا البلتاجي متميزة، لما جبنا أنس الفيه كانت متميزة، لما بدأ الخلل هنا لما جبنا أولاد الأندية. وده اللي أنا بقوله، يعني إحنا زمان واللي عايشين يفهموني، أيام دكتور عمارة جبنا اتنين قمم في النادي الأهلي ونادي الزمالك، الدنيا ولعت في اتحاد الكورة والقرار اتلغى، والاتنين قمم، ده قمته في نادي الزمالك وده قمة في نادي الأهلي، والدنيا ضربت في بعضها. طب هرجع فاللي أنا عايز أقوله إن أولاد الأندية بيشتغلوا بتصفية حسابات. لما تجيب أنت راجل من بره هذا القطاع، بتجيب راجل أستاذ سياسة وأستاذ، خد بالك أنت عندك قطاع شبابي. القطاع الشبابي ده أنا بقول يعني ده كان عند أيام سيادة الرئيس الراحل عبد الناصر، كان في نظام الطليعي اللي طلع منه حسين بهاء الدين، وطلع منه فاروق حسني، وطلع منه مفيد شهاب، وطلع منه قيادات دولة. اتعمل نظام بعد كده، هذا النظام هو نظام حورس، كانت مؤسسة انضربت واتعمل جيل المستقبل. احنا بنقول ايه، احنا عايز تجيب النجوع وتجيب، انا كنت ماسك الشرقية وكان عندنا شباب متميز، وكنا بنعمل قطر جنوب الوادي ونطلع معهم اساتذة الجامعات عشان تديله انتماء للأرض وللعلم ويعرف تاريخه في الأقصر وأسوان، وكنا عاملين تعاقدات مع الدول أيام عبد المنعم عمارة، مع احترامي وأخويا وأستاذي، أولادنا وشبابنا في الكشفية كانوا بيطلعوا لتبادل الكالتشر، يطلعوا في أوروبا ويطلعوا في الدول العربية ويخلقوا صداقات بينهم بعض الشباب، وكان في تنظيمات جميلة، وكان المسارح القومية كلها أيام فاروق حسني الله يديله الصحة، كان كل المسارح القوميه ديت بيخشوا فيها ابناء الجامعات ببلاش. فانت مش قادر تدي كل حاجه للشباب، لكن ادي للشباب قيمته في ايه؟ انه يلاقي ان الدوله مهتميه بيه، بالقطاعات ايه؟ نحبسه؟ لا 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 ما فيش، لا الحمد لله الزمن ده جميل، اللي بيتجاوز وبيقطع على الخط لا ياخد على دماغنا، خلينا ماشيين نحافظ على الدوله. انا معاك، لكن اللي انا عايز اقوله ان كان في نظام جميل انت بتشد فيه شباب دوله، فين الكلام ده دلوقتي؟ طب سؤال، الرياضه ترجع للخلف؟ لا هو مفيش رياضه، وانا اتحدى وهذا يعني الكلام مسجل معاك النهارده. يعني ايه مفيش رياضه؟ ابقى انا شاهد عصر. انا هقول لك حاجه، انا ليا صور، بعض الصور انا ورئيس وزراء اليابان، ورخوي رئيس وزراء اسبانيا، وانا يمكن كان رئيس الفليبي الثاني، رحت حضرنا تتويجه، أنا عندي علاقات دولية قوية، جيفاني في إيطاليا، لجنة الأولمبية الإيطالية، مازجلية في فرنسا، عندي علاقات دولية قوية جدا. طب ما المهندس شمحة طب عنده علاقات دولية كويسة. هو عنده علاقات، عنده حسن مصطفى. ربنا يديله الصحة ويخليه له. يعني يا سيدي يعني لا أنا علاقاتي الدولية من مناصبي الدولية اللي أنا كنت فيها. أو حياتي. لكن ما باخدش علاقتي بعلاقتي بيك. أنا بعمل علاقتي بدراعي كراجل بطل، كراجل مشارك في إفريقيا، في كذا في كذا، في الحاجات دي كلها. فأنا تاريخ الحاجات دي تفرق. إنك بتعمل علاقة، يعني أنا في اتحاد دولي أنت مقدم على كذا، بيدرس الفايل بتاعك، حاجات مهمة. فأنت ليك تقل دولي مطلوب. يعني أنا ما بيتقاليش إلا سمو المستشار أو سلطان أو نواف. يتقال سمو المستشار خالد زين. فمره انا ضحكت قلت له كلمه سمو دي مش ليها مخصصات، فضحك قال لي وانت ناقص. يعني اللي انا عايز اقوله ايه، كان يتقال لخالد زين بعد الله يديله الصحه الشيخ عيسى بن راشد، انا كنت النائب الاول. ليه؟ لان انا السنين بتاعتي ليها تقل، والتاريخ ده مهما عملوا مش هيمسحوه. طيب عايز انتقل لملف اخر، النادي الاهلي بكلام حضرتك موقفه سليم 100%، يومين اللي عمله صح، ان شاء الله اسبوع طبقا للقانون اللي انا مش مقتنع بيه، طبقا للقانون اللي انت مش مقتنع بيه زي ما حضرتك قلت. النادي الاهلي كمان من ضمن الحاجات، عشان اكمل كلام حضرتك، قلت في النص لجنه التسويه، هو رئيس اللجنه الاولمبيه الحكم والخصم، ودي غريبه جدا، وهو اللي بينقي اللي هيحكمه، وحضرتك وعشان كده انا بقول يعني النادي الاهلي لجأ للاتحاد. انا بقول لزملائي كمان في مستشاري قضايا الدوله، احبابي وبخبرتي، الموضوع ده موضوع عملية انتخابية بحتة. ليه؟ تخيل لما يكون عندك 10 12 ملف
وجايب لهم 310 وبقى المحكم محكم فين؟ هنضحك على بعض؟ ده انت ما عندكش قضيه تنظرها. طب ما هو قال لك اللجنه ما هو قال لك اللجنه فيها اعتقد الكابتن عصام عبد المنعم. لا ده غير اللجنه حسن مصطفى. ما هو لا ما هو ده اللي صرحوه اساسا. انا ليا بعض لا انا عجبني معلش انا ليا بعض الاسئله المهمه لحضرتك اكيد فاهم الكواليس اكتر مننا. ايوه اتفضل. هو اللي طلع لنا في الاعلام اللي اللجنه فيها مين؟ ما كانش فيه لجنه. فسالنا اعضاء مجلس الاداره قال لك ما عملناش اجتماع لازم عشان يبقى في لجنه يعملوا اجتماع احنا نقول اه ولا لا. ما حصلش اجتماع. ادي واحد. اثنين اتقال اسماء اللجنه الدكتور حسن مصطفى رئيسها هشام حطب كابتن عصام عبد المنعم ماده 41 في اسم ايه الكلام ده لا صح؟ انا اللي ريق او يعني النادي الاهلي بيروح للجنه للتسويه انا دي. زي ما انا بقول لك انا بوجه الشكر لمعالي المستشار ابراهيم هنيدي اعتذر طبعا ده راجل عضو المجلس الاعلى للقضاء وراجل قاضي محترم وكان وزيرا العداله الانتقاليه وكان مساعدا لوزير العدل للكسب غير المشروع اعتذر ليه؟ راجل كبير راجل ما يخشش في الكلام ده كلام فاضي ده كلام فاضي ده حتى اللي انا اعلمه جيدا ان المجلس الاعلى للقضاء بدا يراجع نفسه في الموقف ده لان هم عملوا لعبه ايه بقى؟ ما هي عمليه علاقات اجيب مجموعه من المستشارين مش عارفه ايه يعني خالد زين نازل انتخابات طب نشوف الخصم اللي نازل قدامه يجيب لنا مستشارين يقفوا معه عشان يضربوا خالد زين كلام صبياني يعني النادي الاهلي لو لجأ اللجنه الاولمبيه الدوليه لا هو يعني اللي انا عايز اقوله اللي انا متوقعه ان هناك حراك قوي جدا حراك قوي جدا وانا متاكد وهذا يعني انا هتعرفه في خلال الفتره الجايه انه هذا القانون هيبقى فيه كلام وشخصيا انا عارف ان المفروض يعني المهندس خالد عبد العزيز هيراجع نفسه لانه الطيار كده انا بقول له انت بتعمل اللي عمله الحزب الوطني زمان والدنيا اتقلبت يعني انت النهارده مفيش استقرار في الوسط الرياضي لازم يرجع القانون ده لمراجعه بعض النصوص للمجلس الشعب وانا على علم ان مجلس الشعب هيبتدي يتكلم في هذا الموضوع ده الموضوع ده خطير جدا ما انا اسف انا طبعا انا في بيتكم لكن هو مش موضوع اهلي ولا ده موضوع دوله انا شايف حضرتك كل لما بنقول النادي الاهلي انت بتهرب بمنتهى الذكاء عشان زملكاوي لا والله يعني كل لما بقول لا. اسم النادي الاهلي حضرتك بترد بشكل عام وانا عايز اشخصا شويه عشان نعرف لا انا كبرنامج مش بشخص لا لا انا بشخص انت تشخص بشخصا الموضوع للاهلي احيانا ليه عشان عايز افهم من حضرتك حق الاهلي حق الاهلي الاهلي وغير الاهلي موقفه سليم طبقا للقانون اللي فيه عدم دستوريه ومواده متناقضه حققه وانا عايز اقول مره ثانيه خطاب الاسويف وتوقيع سبع رؤساء اتحادات هيخرج للنور والدنيا مش هتبقى كويسه لانه على فكره انا مش قائد هذه الموضوع لان هم الموضوع بتاع اتحاد الملاكمه والمؤامره اللي عملوها ضدي ما يعني اللي يحفر حفره الاخير انت معاك اعترافات ده هم مدينا انا شفت لا الورق لا لا تعالى هنا هو بعض الاسقاط قبل ما اجي الورق وانت بتطلعه كده النادي الاهلي لجأ للجنه الاولمبيه الدوليه القرار ايه بخبره حضرتك لا أو لا بص هو النادي الاهلي ما يقدرش يرجع للجنه الاولمبيه الدوليه الا من خلال اللجنه الاولمبيه الوطنيه معلش انا اكلمك في منتهى الصراحه لكن من حق النادي الاهلي يلجأ للكاس للمحكمه الرياضيه الدوليه اللي بيرقصها جون كوتس ده من حقه من حق النادي الاهلي في الموقف اللي احنا في موقف الاهلي ايه ضعيف لا قوي جدا مش انتوا بس اصل خد بالك هو الموضوع مش انتوا الموضوع ده الميثاق الاولمبي يرفضه خد بالك والجواب اللي جال ده كلام فاضي محدش قرا ومحدش عمل عايز اسالك سؤال معرفش هتزعل مني من الجمله اللي هقولها دي لا ابدا ابدا هل المستشار خالد زين هيرد ولا ممكن يبقى قلقان شويه من لا ما بقلقش ايه رايك في كل اللي بيساندوا الغلط ده من اعلام لسنيده ايه رايك اللي بيساندوا الغلط ده كله سواء في دستور او قانون لا او الموقف ده لا بص هو هي المشكله هي المشكله انها مصالح مصر بتدار بمصالح شخصيه وليس مصالح وطن وللاسف زي ما انا قلت لك انا تتلمست على قيادات قويه جدا يعني انا هقول لك ايه انا الحمد لله يعني حتى عيلتي الله يرحم ابويا كان راجل نائب رئيس محكمه نقط
مجلس دوله اولاد عماد، ابويا عمي اللي هو يوسف زين الدين مدير المدفعيه، يعني كلنا اتربيت في بيت فيه التزام وفي وطنيه. لما كنت اقعد مع ماهر بيه اباظة، تقعد مع الناس الوزراء الثقيله دي، تحس ان فيها البلد لازم نعكزها. احنا معترضين على الخصخصه، طب ليه يعني طيب فيه؟ حضرتك كنت هتوريني ورق مهم جدا. هوري لك حاجه انت عشان بس انت معاك موافقات اساسا لغايه النهارده في ورق خطير جدا محتفظ هم بيه. الرؤساء الاتحادات لانهم مقتنعين بخالد زين، فبعد العمله بتاعت 1/6 المدبره بقياده حسن مصطفى، والكلام ده مكتوب في الجرايد، اسقاطه دوليا وعمره ما يجي، وعمره زي ما يكون هو ما شاء الله ربنا يديله العمر والصحه 75 سنه هيعيش لما يبقى عنده 90 سنه. ما تراعي سنك يا عم انت، ما تراعي سنك، ده انا بالنسبه لك عيل. الدكتور حسن مصطفى ليه حق الرد ببرنامجنا، احنا بنشتغل على لا 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 الكلام مكتوب لا لا هديلك بس انا تمام عشان برضو احنا بنشتغل كل حد بيخاف يعني ولا حاجه؟ انت بتخاف ولا حاجه؟ مين اللي بيخاف؟ امال ايه؟ لو بخاف ادي لك المستندات اهي على فكره يا عم شادي المستندات اهي لو بخاف بس اسمعني لو بخاف ما اقعدش على الكرسي المستندات اهي المستندات الضرب رسمي اهي بعد القرار اكتر من 19 رئيس اتحاد اداني خطابات يا عم هشام بيرفض اسقاط خالد زين 19 اهو مصورينهم اهم ايوه هات بالكاميرا كده سياده المستشار ايه جايب ورق ادي اتحادات أيوه. الاتحادات دي كلها بترفض واللي كاتبينها بالانجلش ها عشان المؤامره اللي اتعملت 19 على اتحاد. ايوه بعد اسقاطي يعني انا يا حبيبي بالحكم وبالانجازات وبالجوابات رؤساء الاتحادات لكن انا مش عايز اقعد على الكرسي ده تاني خلاص يا عم سؤالي عشان الوقت بيجري اتفضل هرجع اما كقناه نادي ومن حق ادافع عن مصالح ناديه لا كابتن حماده اتكلم عنده حق قبل الانتخابات عنده حق طبعا الدكتور علي حسب الله انا ما سمعتش علي حسب الله بس اسمع وانت معايا يا ريت احنا اتفضل اعرض لنا الدكتور علي حسب الله بس انا حدي لوم عليهم طيب أوه. تمام معانا على الهاتف كمان الدكتور علي حسب الله دكتور علي برحب بحضرتك اهلا يا كابتن شادي واهلا بالاستاذ المستشار خالد زين والقناه المحترمه قناه النادي الاهلي واهلا بالمشاهدين قناه النادي الاهلي دكتور علي برحب بحضرتك اكيد وانت قلت لي في الحلقه السابقه اللي انت دخلت في قناه النادي الاهلي وحابب تتكلم معانا وحابب تقول جمله واحده اللي انا هقول صوت الحق قلت هقول نفس الكلام اللي قاله الكابتن حماده بصمت اللي عمل لائحه استرشاديه قلت الوزاره مش احنا سياده المستشار عايز يسمع حضرتك مره اخرى الكلام اللي انت قلته لنا بس سريعا يا فندم اتفضل. لا تحت امرك مره ثانيه برحب بحضرتك كابتن شادي استاذ المستشار وفعلا انا عضو اللجنه الاولمبيه المصريه وانا سمعت من الوسائل الاعلام وبعض الصحف أن هناك اجتماع لمجلس الإدارة بالأمس الساعة 6 مساء ولم أدعى إليه ولم أعلم بأن في مجلس إدارة سينعقد امبارح ولا أعلم شيء لجد والأعمال ومحدش أساسا كلمني ولا دعاني لحضور لأن أنا المفروض أتم الدورة بتاعتي كعضو لجنة الأولمبية المصرية فمحدش ده كلمني ولا حد قال لي شيء اجتماع أسئلة يا فندم لو سمحت أسئلة سريعة واحد أستأذنك يا دكتور اتفضل. علي اتفضل انتوا ما اجتمعتوش من امتى يا دكتور علي؟ يمكن من شهر 5 خالد بيه من شهر 5 الله نعم. المصاريف الملايين اللي اتصرفت ديت وبعثه التضامن الاسلامي انتوا صارفين فوق 5-6 مليون جنيه ما فيش اجتماعات تصدع على المصروفات شهريا؟ انا لا اعلم شيء عن المصروفات كام بالتحديد ولا اتصرفت في ايه ولم اوقع على شيء خاص بمصروفات بعثه التضامن الاولمبي دكتور علي بعد اذن حضرتك فين اللجان اللي كانت موجوده اللي انا كنت مشكلها او المشكله من ايام سياده اللي هو محمود علي او اللي هو منير اللجان يعني اللي كانت فين في لجنه محترمه لجنه التخطيط وكانت بتبحث العمل الرياضي بجد وكانت بتقيم الاتحادات وخطط الاتحادات وكان فيها المستشار خالد زين كرئيس اللجنه الاولمبيه وكان بيحضر معانا جلسات كان فيها شريف العريان، كان فيها اللواء سامح مباشر، كان فيها عبد العزيز غنيم، وكل رؤساء الاتحادات كانت بتيجي تناقش خطط
طيب اللجان دي مستمره ولا خلاص؟ اللجان دي من ساعه حضرتك ما سبت اللجنه لم تتجع لم تجتمع ولم توضع على خريطه خطه عمل اللجنه الاولمبيه المصريه. يا دكتور علي اللي حضرتك بتقوله ده دمار، انتوا بتقودوا الرياضه المصريه، طب انا مشيت انا مت، انتوا كاعضاء لجنه اولمبيه ما بتتكلموش. انا اسف، انا سمعت حاجه واحد بيتكلم قال لك قالوا لي، والتاني بيقول لك انا بصمت. يا جماعه ازاي الكلام ده؟ يعني انت بيتعرض عليك جدول اعمال لم يقرا؟ لم يقرا ولم يسمع ولم نرى. وانا ما انا بقول لحضرتك انتوا ماشيين ازاي؟ ابسط رساله خالد بيه، انا قلت لك في اجتماع مجلس اداره اللجنه وانا عضو اللجنه امبارح الساعه 6 ولم يبلغني احد ولم اعلم عنه شيء. دكتور علي سياده المستشار، انا اديتك فرصه تبقى مذيع على قناه النادي الاهلي، سبت الدكتور علي بتساله اكتر من سؤال، انا ليا بعض الاسئله السريعه ورد مختصر عشان الناس كلها تبقى فاهمه. اتفضل يا كابتن شيخ. موقف النادي الاهلي مره ثانيه سليم ولا مش سليم؟ موقف النادي الاهلي سليم 1000%. مين اللي عمل اللائحه الاسترشاديه اللي حضراتكم ما شفتوهاش؟ ما اعرفش. النادي الاهلي يحفظ حقه ازاي يا فندم؟ نعم يا فندم. النادي الاهلي لو لجأ للجنه الاولمبيه عشان يحفظ حقوقه، هل موقفه هيبقى سليم ولا موقفه مش هيبقى سليم؟ يعني فوق الترابيزه ولا تحت الترابيزه؟ لا، النادي الاهلي عمره ما بيشتغل تحت الترابيزات، النادي الاهلي بيشتغل فوق الترابيزه. وانا قلت المداخله اللي قبل كده، النادي الاهلي قيمه وقامه بجماهيره وبنتائجه، مش مجامله لحضرتك ولا مجامله للنادي الاهلي. دي حقيقه دكتور. دكتور علي اجتمعتوا؟ انا عارف ان انتوا ما اجتمعتوش من 5 شهور زي ما حضرتك قلت، اجتمعتوا اللي تحطوا لجنه التسويه؟ لا، لجنه التسويه والمناعزات عملت على الورق فقط، لم نقعد على ترابيزه واحده. وزي ما تعرف خطير. دكتور علي لو سمحت اخر سؤال، حضرتك بتساند النادي الاهلي بكل قوه او قلت كلمه الحق عشان سقطت في الانتخابات؟ طبعا انا سقطت في الانتخابات بفعل فاعل. اول مش عايز اقول لحضرتك، شخصيه مهمه في اللجنه الاولمبيه المصريه بقت تروح ورايا الانديه اللي بروحها، وكانت بتكلم المندوبين وكانت بتقول لهم علي حسب الله والقايمه بتاعته، لان ده من عهد خالد زين ما ينجحش. ده هم من عهدي كلهم. معلش تاني، جمله دي مهمه، حضرتك بتقول الكلام ده للنادي الاهلي عنده حق عشان خسرت في الانتخابات، ولا انت شفت امور؟ لا دي حقيقه، خلي بالك دي شهاده للتاريخ. يا فندم انا سقطت ما سقطتش، انا هقول الكلام اللي انا بقوله وانا مسؤول عنه. يا دكتور علي حقاني على شهاده قدام ربنا. لا مش من نوع اللي دكتور علي حسب الله عضو اللجنه الاولمبيه اللي ما بيجتمعش خالص واللي ما بيشوفش رئيس اللجنه خالص وبيشوف القرارات على صفحات الجرايد، انا بشكرك شكرا جزيلا. لا 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 ده مسخره. انا وريت حضرتك. يا نهار اسود. ايه رايك في كابتن؟ لا لا لا، طب جاسر قال نفس الكلام؟ جاسر رياض؟ عرضوا لنا الاستاذ جاسر رياض، اللواء جاسر رياض، قال ايه على شاشه قناه النادي الاهلي ايضا؟ اتفضل عشان الدكتور خالد المستشار خالد يشوف اللي احنا كنا بنشتغل بضمير ازاي وعشان نظهر كلمه الحق. اتفضل. ايه اللي بيجرى ده؟ هنعرض الكلام ده بعد شويه، جهزوه تاني يا جماعه. خليني اقول لحضرتك ان الكلام ده قبل ما يبقى فيه انتخابات، عشان دي كلمه الحق. الراجل ده قال كلمه الحق قبل ما يدخل اي انتخابات. جاسر مش هيكدب. جاسر مش هي الناس ليه بتخسر؟ كل اللي قالوا معانا كلمه الحق خسروا. لا هم بيخسروا عشان قالوا كلمه حق لخالد زين. محسوبين عليك؟ اه طبعا. الناس دي كلها بما فيهم هم. وانا مين؟ عايز اقول لك حاجه، مفيش رئيس اتحاد فيك يا مصر الا ما كان وراه خالد زين. يعني من ضمن الحاجات اللي بتضحكني، خالد حموده ربنا وقعه في شر اعماله. ليه؟ ليه؟ هو امنيته، هو عارف انه ينزل انتخابات هيسقط بالثلث ومش هينجح. فقاعد مع هشام يا عيني، فبيقول له لو مرشح حسام نصر، فبيقول له انا، هو عايز يعمل ايه؟ يجي يقف معاك انت كرئيس، تيجي انت رئيس اتحاد وبعدين تزقه على اللجنه الاولمبيه. يعني يبقى برضه عنده حته من الكيكه.
سيادة العميد في حد يعمل كده؟ فعملوا تصويت اترفض. فأنا شوف الفكر بتاع الناس دي بتفكر إزاي. يعني أنا بعترف قدام الجمهور قدام شعب مصر أنا أخطأت في حق الرياضة المصرية لاختياري هؤلاء. أنا اللي اخترت سيادة المستشار للأسف. معانا خمسة كانوا هنا موجودين معانا في البرنامج منها اللواء جاسر رياض كابتن حماده المصري. انا نفسي اسمع بس جاسر عليه بحاول اجهزها وعايز اكلم سامح. سامح لازم يقول كلمه حق. ما تحاولوا تجيبوا اللواء سامح مباشر. لا سامح انت شال منك 39 هيئه عنوه ما تتكلم كلمه. انت مستني ايه؟ مش عارف امتى يا سامح مستني ايه؟ لازم تقول كلمه حق. خلاص الناس دي لو عملنا البدع هم ليهم اتجاه لدمار الرياضه المصريه خلاص. وبعدين القمم والناس المحترمه لو بتفكروا صح شيلوا ايديكم وابعدوا. انا بنصح كل واحد محترم ما يخشش في هذه المعطرات لان ليها نهايه ونهايتها قريبه قوي. سياده المستشار مره ثانيه كان معانا خمسه. وبدون اي تخطيط وما اقدرش افرض على قامات يقول ايه وما يقولش ايه. دي نقطه مهمه. كابتن حمادة المصري دخل قال كلمه الحق تخص النادي الاهلي بالزبط. اللي بيعمله الاهلي صح اللي هو سامح مباشر دخل عصلك شويتين بس قالوا له ورجع قال صح اللي بيعمله النادي الاهلي صح بالظبط و100% صح مظبوط. رقم ثلاثة الدكتور علي حسب اللي حضرتك شفته مره ثانيه وقال وعلي الكلام وعلي ده محترم جدا وصادق تمام يعني لا انتخاب ولا غير الدكتور علاء مشرف بالطبع اهلاوي كان بيشارك في النادي الاهلي ادي كده اربعه اللواء جاسر رياض ادي كده خمسه لا في ناس معايا لا معايا النهارده المستشار خالد زين ايه رايك في اللي قالوه في مشكله النادي الاهلي واحنا على شاشه النادي الاهلي عايزين نتكلم صح طبقا لقانون اللي انا مش مقتنع بيه لكن حق النادي وانا قلت لك في سنه في اوائل التسعينات 92 93 كنا بنقود انتخابات وكنت انا عند ضمن اللجنه العليا لانتخابات الزمالك ونادي الشمس ولما كانت الاعداد كبيره قوي والساده المستشارين ما قدروش وانا كنت اول من ادخل فكره الرقابه القضائيه ووافقني عليه على طول الدكتور عبد المنعم عمارة ربنا يديله الصحه وجبنا مجلس الدوله والنيابه الاداريه وقضايا الدوله وراقبنا هذه العمليه الانتخابيه ولما الصناديق تم تشميعها بواسطه الساده المستشارين وتم وفرزنا على يومين وثلاثه يومين وثلاثه ايوه انت بتقول لي من 20 سنه من حاجه و20 سنه حاجه ما اكتر من 25 سنه يا سيدي الكلام ده رسمي لا ما احنا عارف ليه اسمع بقى مني قول هيعجبك قوي الكلام ده على مزاجك قول يا عم شادي عشان احنا من 20 سنه عملناه على يومين وثلاثه وبعد 20 سنه 25 سنه 25 سنه بنعظم دور الجمعيه العموميه بنوسع قاعده المشاركه بنضيق على أوانطة. الناس يعني ايه اوانطه والله كل ده اوانطه اوانطه مجلس اداره النادي الاهلي لما ينحاز لجمعيته العموميه وانت واقف المفروض الدوله بتسهل لانحيازك وتسيب الناس تختار وتسيب الناس تقول كلمه ديمقراطيه هذه ديمقراطيه اصل في نقطه عايز اقولها لك انت امتى الدوله تبتدي تحط عينها لما تلاقي الموضوع افراد لكن لما تخش الدوله تبص على في 60 70 الف جاي 15 20 الف يطلب صوتهم يعني من اكبر الجمعيات العموميه نادي الشمس اكبر اعداد بتروح نادي الشمس ما ينفعش منها في يوم انسى وده مقر واحد فالدنيا مش سهل بالنسبه له. النهارده الدوله لما تيجي تفكر هتقول انه ممكن يجي عناصر الدوله مش عايزاها، ما حدش يقدر يقول دي ليه؟ لانك انت المؤثر انت مش هتقدر تاثر على 60 70 الف صوت. مش هتقدر تلعب في دماغ 20 الف واحد. ده كلام اهبل. لكن انت ممكن تلعب في وسط مثلا ايه 50 60 نفر. سياده المستشار مشاكل في النادي الاهلي مع مشاكل مع النادي الاهلي سواء مع نادي السيد الراجل بيتهدد علني وقال كده معايا في التليفون انديه كتير قوي ناس بتسقط ناس بتنجح على الكيف عشان حرب على الكرسي لا ما خلاص باختصار الرياضه احنا فين ورايحين على فين؟ احنا في اخر انتخابات شعب للحزب الوطني هو ما يتم الان في جمهوريه مصر العربيه من خلال الوزارة واللجنة الأولمبية وهيعانوا من اللي بيعملوه واللي بيعملوه ده هيبقى ليه نهاية ونهايته تبقى وحشة وأنا بقول الكلام ده إن أنا مش هخش أحارب ولا بتاع لأن أنا إيدي تقيلة لكن أنا قاعد بتفرج لكن ربنا سبحان الله مش ممكن يسيب الظلم ده رسالة لأن أنتوا ظلمتم ناس كتير
وناس محترمة، والمحترم النهاردة ما يحطش ايده في الجيم القذر ده. رسائل سريعة، الدكتور حسن مصطفى هتقول له الله يسامحه المهندس خالد عبد الله، ويعني انت راجل كبرت في السن، راعي انه العمر ما بقاش فيه بقية لدمار الدنيا بالمنظر ده. المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة. لا ده جميل، ده ناعم قوي، ده ما شاء الله احلى كلام، بس اللي في القلب في القلب يعني انسى. ها غيره قول. هشام حاتم. بتستغل يا هشام، والله يمين بالله هينقلبوا عليك يا هشام، اقسم بالله. انا والله العظيم انا بقول لك هشام ابن ناس مش وحش، بس بينفذ سياسه للحفاظ على كرسيه. هنساعدك وتحافظ على كرسيك، بس ابقى ذكر وقول كلمه حق يا هشام. اعضاء اللجنه يمين بالله هنقف معاه. انا مالهم اعضاء اللجنه الاولمبيه؟ رساله لاعضاء اللجنه الاولمبيه، عيب عليكم، قولوا له بصمت. ما كنتش سايبكم كده، كنت سايبكم رجاله. ايه اللي جرى لكم؟ قولوا له وبصمنا. يا نهار اسود، كلنا عشان تحافظوا على كراسيكم ما تخليكم رجاله. يا نهار اسود، ده خالد زين لو على رقبتي اقول كلمه حق، لان اللي هيحاسبني ربنا مش بني ادم، اللي هيحاسبني ربنا. ولا انا بقوله اللي بيجرى النهارده ده ليه نهايه. لجنه التسويه اللي عاملينها داخل اللجنه الاولمبيه، لجنه الايه؟ التسويه. ايه بتقول يا اخويا؟ تسويه بتاعت ايه؟ حل البطاطس؟ سويت يا اخويا. انت شوف بص بص يا عم انت، الله يهديك. انا بس عشان تفهم، ده جيم ليه ابعاد جميله جدا، ومش عارف انت ايه اللي مدخلك يا هشام في انتخاباتي في مستشاري قضايا الدوله. ما تخليك في حالك يا عم. هلا جايب لي 310 مستشار وانت ما عندكش اصلا، يعني ده انت بعته جوابات ما فيش ليه، يعني انت فاهم؟ ده انت عشان قضيه واحده بعته الاهلي بعت جواب ما حدش رد عليكم، لان لسه ما شكلوش. واللجنه العليا، مين اللجنه العليا؟ فين القضاه؟ اذا كان نائب رئيس محكمه النقض اعتذر، عضو لجنه المجلس الاعلى لمحكمه النقض اعتذر، الراجل راجل محترم ما قدرش يخش في المعطرات دي. والكلام ده انا قلته مع مساعد اول وزير العدل، والكلام ده اتبلغ لقيادات قضايا الدوله. يا جماعه ده فيلم هندي بيتعمل علشان مصالح شخصيه فقط. سياده المستشار، لو انت بتخاطب الدوله وعايز تحميها من الاخطاء دي عشان نحمي الرياضه، هتقول للدوله العظيمه اللي كلنا بننتمي لها ايه؟ باللغط اللي احنا شايفينه، هناك مؤامره تحاك ضد الرياضة والشباب المصري، ومش بس في مصر، معمولة في تونس واتعملت في ليبيا، وأنا رحت ليبيا في أخطر أوقات وهذا ثابت على باسبوري، وقلت ما تم ليا في مكتبي في نيجيريا في أبوجا إن هذا مخطط قطري تركي بقيادات للأسف وبينفذها مواطنين مصريين، والدليل على كلامي وثقة بالوثائق. كل 90% من مقرات الاتحادات العربية خلال الثلاث سنين نقلت مصر بره مصر وطلعت بره في الدوحة، وبعض منها في الكويت زي الجمباز وزي الرماية، والباقي كله طلع هناك. ده دلائل، والدليل على كلامي وصحة أقوالي إن النهاردة في جهات بره بتحاول تشيل كل المصريين من مواقعهم الدولية والقارية والإقليمية عدا المصري اللي يحس ان هو بتاعهم يسندوه. مستشار خالد زين رئيس اللجنة الأولمبية، ليا كلمة. أنا بفتخر إن أنا ابن من أبناء مستشاري قضايا الدولة، وأنا بعد عمري وإنجازاتي الموثقة فترة حياتي المتبقية اللي أنا أعلنت قدام جمعيتي العمومية إني مش داخل وأنجح، ومهما عملوا وهم يعلمون هذا، حتى لو شالوا ثلاث ارباع الانديه المتبقي برضه هيدي خالد زين، لكن انا مش نازل لاني مش هخش في هذه المعطرات. ان انا فتره حياتي اديها لابنائي وزملائي واخواتي واساتذتي في مستشاري قضايا الدوله اهم بكتير من ان انا استمر في هذا الوسط. المستشار خالد زين رئيس اللجنه الاولمبيه، شرفتني ونورتني. ببلاش هتزعل هشام يا عم، سيبه هو الرئيس. أنا بالنسبة لي والله أنا بقول لك هيقلبوا عليك يا هشام، والله بتستغل يا ابني فترة وهيذبحوك.
خد بالك من نفسك. شرفتني ونورتني. ربنا يخليك يا عم شادي. وانت يحسب جميل. يحسب لك الشجاعة. لا لا شجاعة انا طول ده انا كده طيب معاك ده انا اكتر من كده. انا بتفرق. وانا كنت حنين معاك النهارده. لا حنين هي كنت حاكلك. شرفتني ونورتني. سلام يا عم. انا والله يا شادي ربنا يوفقكم وانا بقولها المرة الأخيرة. النادي الأهلي ليه حق. وأي نادي ليه حق. طبقا للقانون وإن الاجتماعات على يوم أو يومين هذا الكلام تم من 25 سنة. فما فيش نص مانع ولا إجراءات سليمة. بشكرك على من راجل قانون وراجل رياضي. بشكرك على كلمه الحق. ده كلمه عدل يا ابن الحلال حبيبي يا شادي. كان حوار مهم جدا. ما عزمتنيش على حاجه يا شادي على فكره. هعزمك تاني يا جماعه. ادي الاهلي كوبايه ميه. هيهاجموا. ادي كوبايه ميه النادي الاهلي. هتشوفوا يا جماعه بعد الكلام اللي انت قلته فيه عشاء بعد لا. اه كده انا لا مش عايز حاجه. ربنا يوفقك. كان حوار مهم جدا مع المستشار خالد زين واللي بيدور على الحق يلاقيه. الحمد لله. وكان معانا شخصيه محترمه قالت كلمة الحق. ومن قبله اعضاء من اللجنة الاولمبية برضو قالوا كلمة الحق. اللي هيعترض هتعترض على ايه؟ اقف جنب ناديك وقف في ظهر ناديك لاستقرار الادارة. ما تضعفش موقفه ابدا. بالزبط. يلي عاوزين الحق وبعدوا عن المصالح. أيوة. هختم زي كل يوم بس قبل ما اختم هختم لكن هسيبكم مع عزة ابن من ابناء النادي الاهلي. الله زوجة الكابتن مصطفى عبده لان قيمه كبيره ورمز كلنا بنحبه. اخلاقيات عاليه وبطولات وشخصيه محترمه كابتن مصطفى عبده مره ثانيه. وكيل الوزاره مليون. خد ده كان وكيل وزاره في الشباب والرياضه. عارف. مصطفى. باسم كل الاهلاويه العزاء واجب والبقاء لله كابتن مصطفى في زوجة حضرتك. هختم وبعد كده هسيب حضراتكم لجزء من العزاء تشوفوه. المجد كل المجد لشهداء النادي الأهلي وتصبحوا على ألف خير والكرة للجماهير.